بسم الله الرحمن الرحيم. أمسية جميلة للأمسيات اللجنة الثقافية والفن الصوتي. أمسية لها طابع خاص بوجود النجم الكبير الأستاذ يوسف محمد أحمد طه الفدان. يا ريت نحييه بعد مركز المخطوطات ومتحف المخطوطات بمكتبة اسكندرية. طبعا هو حاصل على ليسانس في الآداب وقسم الفلسفة في جامعة اسكندرية سنة 80، دكتوراه في الفلسفة الإسلامية في جامعة سنة 89، وكان عنوان الرسالة طريقة القادرية فكرا ومنهجا وسلوكا سلوكا دراسة وتحقيق للإيمان عبد القادر الجيلاني. وحصل عليها بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وخد درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم ديسمبر سنة 99 بإجماع لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات. وعنده خبرات في تدريس الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم كلية الآداب بدمنهور وجامعة اسكندرية، وعمل مستشار لمشروع المخطوطات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوضع. أشرف على سلسلة كتب الفلسفة والعلم التي تدرها الهيئة العامة لدروس الثقافة في وزارة الثقافة المصرية، وأفضل في هذه السلسلة قضايا العلوم الإنسانية، إشكالية المنهج، عقل جديد لعالم جديد، قضايا العلوم الإنسانية وإشكالية المصطلح وغيرها. أشرف على سلسلة كتب تراثنا التي تقدمها إدارة دار الأمين ومطابع سجل العرب القاهرة، وأصدر في هذه السلسلة برضو التراث المجهول حديقة الحقيقة حقيقة العبادات وغيرها. عمل مستشار للتراث والمخطوطات ومشرف على قسم المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، وهو عضو في الهيئه الاستشاريه لمعهد المخطوطات العربيه بالقاهره، وعضو لجنه الاشراف والمتابعه في مصر وغرب الدبته، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لتاريخ العلوم، وعضو مجلس ثقافه بمحافظه الاسكندريه، ومقرر مجلس العلوم الاجتماعيه بالمجلس، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الجمعيه الفلسفيه المصريه، وعضو الجمعيه العالميه لاحياء التراث الاسلامي. اهلا بك في نادي سبورتي، واهلا بسيادتك في اللجنه الثقافيه، ومش هنطول عليك وهنسيب جزء من الوقت. المصرية مدهشة،
وكلها لا يمكن فهمها استنادا الى ما نراه الان. لابد كي نفهم خريطه من هذه الخرائط العديده ان نعود في الزمن الى الوراء قليلا كي نرى كيف تشكلت هذه الخريطة أو تلك. مثلا الخريطة الجغرافية، نحن نعلم أن هناك صحراوات محيطة مصر شرقية وغربية ووادي النيل ثم فرعان المشهورة عن رشيد المياه. هذه الخريطة لا تكون على هذا النحو، يعني عندما جاء المسلمون مثلا لفتح مصر وغزو مصر كان النيل خمسة أفرع، وهي أفرع مستقلة ولها أسمائها، وقبل ذلك ببضع قرون كانت تسعة أفرع، والذي أعطى الشكل الحالي هو نظام الصرف لمياه الري الزراعة. وفي الخريطة الجيولوجية نفاجأ مثلا أن منطقة الواحات كانت منطقة بحر، ولهذا نجد حاليا في مصر حفاجر بتعطي هياكل عظمية لكائنات بحرية ضخمة في صحراء الغربية في قلب الصحراء هناك. وحتى في الزمن القريب في الخريطتين الجغرافية والجيولوجية نندهش مثلا أن قبل بضعة مئات من السنين لم يكن هناك ميدان التحرير مثلا، وكان جامع عمرو بن العاص على النيل مباشرة، وكانت رشيد البعيدة الآن عن البحر لمسافة طويلة جدا في مطلع القرن 19 حوالي 100 سنة أواخر القرن 19 كانت رشيد على البحر. إذا الأشياء تتغير، ولابد لكي نفهمها بما فيها الخريطة العقائدية أو خريطة التيارات الدينية في مصر أن نعود إلى الوراء بعض الشيء كي نفهم طبيعة هذا المكون المصري. فقد اندهشنا قبل شهرين عندما أطلت السلفية في الشارع المصري وجدت من كبار المفكرين في مصر والذين يشار إليهم يعني والبنان كمفكرين قوميين يتصل بي الواحد منهم ويسألني إيه السلفية دي؟ دول كانوا فين؟ طبعا هم كانوا موجودين، بس احنا كجماعه عندنا نوع من ضعف الذاكره ونوع من ضعف التركيز، فبتفوت علينا الاشياء وما نقفش عندها لحد ما تنفجر في وجوهنا. على كل حال الخريطه العقائديه مصر تاريخ الاطول زمنا، التاريخ المكتوب الأطول زمنا لم يكن تاريخا دينيا سماويا. فمصر القديمة من يومها الأول يوم كتبت في بدايات الدولة القديمة حتى 5 أو 6 آلاف سنة تالية كانت مجتمعا متعدد الديانات. يعني ايه متعدد الديانات؟ كان هناك تصور لإله واحد للكون، وهناك آلهة فرعية لنواحي معينة أو لبلدات معينة. والكيان الإلهي في مصر القديمة كان تاسوع قيمة، وهو
تسعة آلهة يديروا الكون وفوقهم آمون. هذا الكلام استمر في هذا البلد لزمن أطول بكثير من الزمن الذي استمر به الديانات المسماة السماوية والتي يسميها الديانات الرسالية، لأن جوهرها قائم على وصول رسالة من السماء. قبل اليهودية لم يكن هناك هذا التصور للدين. كان هناك طبعا معابد، والمعابد فيها كهنة، وبعض الأماكن العبادة فيها كاهنات، أو كثير منهم كمان في كاهنات، والكاهن بيخبر عن الإله. حد بيروح يسأله عن شيء فهو بيستخبر الإله بعد طبعا إطلاق البخور، ثم يقدم خطاب الإله لهذا الشخص. فكرة أن هناك رسول يأتي أو مكلف من الإله إلى الناس، هذه الفكرة توجد فقط في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام. هذه الديانات الثلاث التي هي في واقع الأمر ديانة واحدة تميزها هذه النزعة الرسالية. طبعا لازم نفرق بين الرسول وبين النبي. النبي في أصله هو من النبوة أو الارتفاع، لأنه في الزمن القديم عند اليهودية تحديدا كان هناك كثيرون يقفون على مرتفع تل أو مكان عالي ويدعو الناس، واحد منهم يدعو الناس إلى الرب. فهذا الشخص اسمه نبي، هو قريب جدا هذا المعنى مما نسميه الآن الدعاء. يعني أنبياء إسرائيل يسموا دلوقتي الدعاء اللي هم بنعرفهم في قنوات التلفزيون. المسيحية ليس فيها هذا المفهوم، فيها مفهوم الرسل. والرسل هنا اللي احنا بنقول عليهم في الاسلام الحواريين، بمعنى ان المسيح كما سياتي ذكره ارسله الى الامم. فمفهوم الرساله ليس الرساله الاتيه من السماء عبر شخص محدد هو ابراهيم موسى الى اخره، انما هم رسل المسيح. على كل حال، بدات خريطة التيارات الدينية في مصر تتشكل يمكن في القرن الثاني الميلادي. وهناخد بالنا من حاجة هنقولها دلوقتي ونشوف تجلياتها أو نتائجها بعد شوية. إن الخريطة العقائدية حتى وهي بتتطور في الزمن بتترك في النهاية أثرين. الأثر الأول هو الناس المؤمنون بهذا التيار أو المعتقدين فيه، وتترك أيضا أثر في المكان كما سنوضح بعد قليل. حتى القرن الثاني الميلادي كانت مصر عموم مصر بلد متدين، بس تدين متنوع جدا. يعني اسكندريه هنا بتعبد سيرابيس، ده حضرتك هتبدا تكتبي بقى همزاني كويس. وطبعا لو رحنا اي متحف هنا جنب رومان او شيء هنلاقي التمثال بتاع السيرابيس اللي هو الراجل المليان الجميل ده، وهو توليفه ما بين الالهه المصريه واليونانيه.
صعيد مصر كانت الآلهة المصرية القديمة لا تزال تعبد. وفي الزمن الوثائقي ما كانش في حاجة اسمها حروب الغرب أو حروب مقدسة أو حروب صليبية أو جهاد. ملوش معنى. ليه؟ لأن كان في تصور عام عند البشر إن الإله بيظهر للناس بأشكال مختلفة جدا، وبالتالي فإحنا هنتخانق على إيه؟ هذا الشخص ظهر له الإله في شكل الشمس رع. طيب إيه الشمس دي؟ هي مظهر أو مجرى أو نافذة ظهور آمون، مش بيعمل آمون رع. في ناس تانية شافوه سبابيس، في ناس شافوه الرمز المقدس أبيس العجل اللي هو بنشوف برضه لو، بس ما حدش حاطط في باله ان ده تحديدا هو الله او الاله. ولكن هو معبود هذا المكان، فبالتالي لن نجد في التاريخ القديم اي حرب تاخد الشكل المقدس. في طبعا حروب على ايه؟ على الارض، على الحدود، على انه الملك الفلاني اتجوز بنت الملك الفلاني وبعدين زعلها، حاجات كتير. وبالتالي كانت الحروب دائما ممكنه الحل، ولا توجد حروب تستمر لمده السنين كما ظهر بعد ذلك. في القرن الثاني الميلادي كانت اليهودية في ورطة شديدة جدا، لأن اليهود بعد ما رجعوا من السبي البابلي كان في ملك كده بابلي بابل في العجائب اسمه بخت نصر، قال لأن الشعوب اللي ملهاش لازمة دي علشان نبني مدينة ضخمة جدا على مرتفعات وبتقنيات متقدمة جدا بالنسبة للوقت ده، ومحتاجة لنعمل كتير، فلموا كل الشعوب وتنفذوا، فكانوا بياخدوهم وبياخدوا غيرهم. بعدين هناك فلس بعد ما انتهى البناء وتنظيم المجتمع، لم يعد هناك داعي لبقاء اليهود في العراق، فإذا عايزين يمشوا يمشوا. فبعض منهم ظلوا هناك وبعض منهم جه على بلد اسمها أورشليم. أورشليم بلد في منطقة جدباء ليست مطمعا لأي غازي، وهذا يحقق نوع من التأمين النوعي للساكنين هناك، لأنه ما فيش حد بيحرك جيوش في الزمن القديم إلا عشان مصلحة، ما عشان يهد سلطانه، عشان في زراعة، عشان في مواني بحرية، علشان وهكذا. يعني لا توجد حرب من أجل الحرب، ولا توجد حرب مقدسة. فهم في أورشليم المدينة دي أو بيت أميقداش القدس يعني في الأول بدأوا يكتبوا ديانتهم. كل مجموعة بيبقى لهم حافظ شيخ يعني يكتب لهم احنا كذا وبنرجع لنبي اسمه ابراهيم جه من قوة في العراق ويحكي الحكاية دي كلها بتنتهي عن نبي
مهم جدا هو موسى. بس لما نقول موسى مش مقصود موسى اللي احنا نعرفه كمسلمين. احنا بنتكلم دلوقتي عن موسى التوراتي. لانه واحد من الاحبار دول اسمه عز بن الكاتب جمع هذه النصوص وعمل خمس كتيبات صغيره. الخمس كتيبات صغيره دي هتتسمى بعد كده التوراة او اللي بنطقها بالعربي التوراة، وهي اسفار موسى الخمسه. سفر التكوين اللي هو بيبدا او بيوضح بدايه الخلق، وهو عاده بيبدا بنفس البدايه المصريه القديمه، في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر، اللي هو الارض المغمورة بالمياه، وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه. اذا جاءنا للتصور المصري القديم عن امون، هنلاقي ان المصري في الدوله القديمه ما كانش في الدلتا دي اصلا. احنا قلنا الفروع دي ظهرت فيما بعد، انما لما جه الهرم مثلا البني في الاسره الثالثه من الدوله القديمه ما كانش دلتا، كانت منطقه احراش وفي الوادي المصري ماشيين فيه. بس يوم بعد يوم المصري القديم بيرى الارض وهي تخرج من الماء بفعل سطوع الشمس علينا. ففي البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خادمه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، لان كانت منطقه احراش وغوص وكده، وروح الله يرف على وجه المياه، صوره رعد المجنح. فبالتالي التصور الثيولوجي اللي ممكن دي تكون اراده ربنا، يعني ان هو بيجمع العطاء اللي بيخليها تظهر بشكل تاني، بس دلوقتي بنتكلم في تتبع تاريخ عشان نشوف التيارات اللي في مصر الان بدات ازاي. في اسفار موسى الخمسه التكوين اللي هو عن بدء الخلق، وابراهيم، ابراهيم مش نبي، احنا بنقول عليه في الاسلام ابو الانبياء، هو ابو الانبياء بمعنى انه فوق الانبياء، موسى نبي وداوود وسليمان، لا حتى داوود وسليمان عند اليهود ملوك مش انبياء، او ملوك انبياء. انما موسى وبعد كده الانبياء الصغار حزقيال وميخا والجماعه دول انبياء، ان ابراهيم ده مؤسس، دول الاباء المؤسسين. كل ده بيتحكي في سفر التكوين. وبعدين بيدخل في قصة موسى وكيف ان المصريين ربوه وانه قتل واحد منهم زي ما احنا بنعرف. بس مع ملاحظة ان الصيغة التوراتية حادة جدا. الصيغة القرآنية يعني بتقدم الوقائع بشكل راقي قوي. انما في التوراه في عنف في الصوره، وحتى موسى التوراتي شخص عنيف، خلينا نقتلوا بعض، ويلا قتلوا بعض علشان النجاسه اللي فيكم تتطهر، فبيخلي نص دول يموت ونص دول اليهود في سيناء. المهم انه خرج من مصر بعد ما قال لهم، كل واحده تقول لجارتها اديني حلق او عقده او بتاع عشان في فرح، وبعدين ياخد الحاجات دي ويمشي. المشي ده هو موضوع سفر الخروج، السفر الثاني. وبعدين سفر اللاويين وسفر مجموعه اسمهم اللاويين اللي هم ابناء لاوي، وسفر العدد والتسميات. او تسميات الاشتراع اللي هو
بيعيد بناء الشريعه اليهوديه. هذه الكتب الخمسه كتبت في حدود سنه 500 قبل الميلاد. انما ظهر انبياء تانيين قعدوا يقولوا احنا ابناء الرب واحنا ابناء الاله الواحد ولازم نبقى ملوك على العالم. فبداوا يعملوا مشاكل مع الدوله اللي هم هناك لحد ما جه اليانوس هادريان ودمر لهم المدينه بتاعتهم دي وسواها في الارض ما بقاش في شيء. الكلام ده كان سنه 70 ميلاديه. وقال لهم محدش يقعد هنا امشوا. فمشوا. لما يمشوا يروحوا فين؟ هيجوا مصر ويروحوا منطقة الهلال الفصيل اللي هي سوريا والعراق. وبعضهم أو الغربانيين منهم هينزلوا إلى قلب الجزيرة عشان يعملوا بعد ثلاث أربع قرون اللي إحنا نعرفهم بقى يهود خيبر ويهود بنو النقاع وبنو قريظة بس اليهودية حتى في وقت ظهور الإسلام اللي في لان هم بداوا يرجعوا تاني كانوا اورشليم كانوا يشوفوا بتوع الجزيره العربيه مش يهود قوي دول متهودين. انما ليسوا هم الديانه. ما علينا ما يعنينا الان انه مع تدمير مش الهيكل بتاع سليمان مدينه اورشليم جاءت اليهوديه وقعدت بعد كده تقريبا 2000 سنة. لما هدأت الأحوال وعاد اليهود مرة أخرى إلى أورشليم ظلوا في انتظار المخلص. المخلص العدوي هو المشيح ملك اليهود. فكل ما يطلع واحد يكشفوا عليه يشوفوا. أول حاجة يكشف عنها أمه. ليه؟ لأنه في الاعتقاد اليهودي إنه الانتماء يأتي عن طريق الأم. وعشان كده إحنا بنقرأ في الإنجيل أو بنشوف في الإنجيل إنه اليهود بدأوا مع السيد المسيح يشوفوا نسب العذراء. طيب لقوا انها يهوديه. طيب يبداوا يدينوه. ليه بقى؟ لان مصالح الاحبار في الوقت ده البيزنس السياسي كان مرتبط بالحاله السائده. وبالتالي انتظار المخلص دي عقيده الشعب المساكين مطحونين. انما اللي في ايديهم السلطه بالذات المتشددين فيهم اللي هم زي السلفيين دلوقتي بس دول كان اسمهم الفريسيون. الفريسيون دول ناس تبقى متشدده قوي وبرضه زي بدأناها كده وغاويين العقل. واحنا عارفين طبعا في الانجيل لو في مسيحيين قاعدين هيعرفوا اللي انا بقوله ده اكتر عن الحوارات اللي كانت بتتم بين السيد المسيح وبين الفريسيين. وهم على فكره السبب في حكايه باع ما لقيصر لقيصر وما لله لله والناس فهمها نص نص. هو اللي حصل ان واحد فريسي من دول عايز ما هم بيدوروا على مصيبه للسيد المسيح علشان يقولوا ان الرومان موتوه. فراح جاي لدينار كده والسيد المسيح قعد على الارض وعمل كده راح رميله بدم. قال له يا سيد ماذا تقول في هذا؟ طبعا الفلوس قصة الذهب. فالسيد المسيح مسك الدينار كده وقلبه كده فمكتوب هنا ده من عز القيصر مش عارف ايه ومكتوب في الناحيه الثانيه الله يعني الكلمات اللي كانت تتكتب زمان. فبص كده وكده قال له دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حصل أوساد الاعتقاد إنه اليهود قتلوا السيد المسيح أو قالوا للرومان يقتلوه. هنلاحظ بقى هنا الكلام الدقيق إن ده اعتقاد
المسيحيين، انما اليهود بيقولوا الكلام ده ما يعرفش عنه حاجه. احنا كان كل شهرين ثلاثه بيطلع واحد يقول انا المشيح ونكشف ما نلاقوش كذا، فما نعرفش حاجه عن الكلام ده. انا شايف الدكتور احنا بدا يقلق ويعمل كده في الكرسي. اهدي الطول. فبالتالي ما تسالناش عن الكلام ده، احنا ما نعرفش عنه حاجه. فالمسيحيين لا، انتوا اللي قتلتوا السيد المسيح. فهم يقولوا قتلنا قتلنا عملوا تعملوا بقى. نروح للرومان، يا رومان انتوا قتلتوا السيد المسيح. يا سيدي ما قتلناش حد. فين؟ الكلام اللي موجود في الانجيل. حتى القرن الثاني الميلادي لم تكن روما تميز بين المسيحيه واليهوديه اصلا. ولا الاباطره ولا اللي حواليهم يعرفوا الفرق. واول تمييز دقيق في ذهن الامبراطوريه الرومانيه تم على يد واحد سكندري اسمه اريجانوس. نعم؟ مصر اسكندراني 100%. وده من اباء الكنيسه. لانه اباء الكنيسه اللي هم صاغوا الفكر الدين المسيحي يمكن 70% منهم اسكندراني دول. انما خلينا نكمل في المسار اليهودي. اليهود قلنا جم، بعضهم استقر في مصر وفي المدن الخمس الغربيه اللي احنا بنقول عليها ليبيا دلوقتي. ويدور عمرها كانت تبع لمصر اصلا. وحتى جبت ليبيا دي قبل 100 سنه محدش يعرفها. ولا تونس. يعني اللي اشتغل في التراث العربي ما عرفش كلمه تونس دي، هي اسمها افريقيا. بس. والهلاليه اللي هم القبيله الهلاليه اللي هي بسود الهلالي والحاجات دي، لما راحوا من مصر الفاطميين قال لهم اطلعوا اقعدوا بقى كده عشان تحفظوا النظام وبتاع، هم كانوا رايحين افريقيا. انما الجزائر والمغرب اسمهم الاثنين اسمهم المغرب. وطبعا اسبانيا هي الاندلس. انما ليبيا دي ما فيش حاجه اسمها ليبيا. وفي دول كتير على فكره ما فيش حاجه اسمها كده. انما ما علينا. اليهود استوطنوا المدن الخمس الغربيه واستوطنوا اسكندريه واستوطنوا القرى المصريه، وبعضهم رجع اورشليم لما الدنيا هديت شويه في القرن الرابع والخامس الميلادي. في اواخر القرن السادس الميلادي جه الفرس عايزين يوسعوا سلطانهم، فدخلوا مصر. جه هرقل الامبراطور الروماني او البيزنطي تردهم. وكانوا الفرس انتزعوا من المدينه اللي كان اسمها اورشليم بقى اسمها ايليا. عشان كده الوعي المسيحي ما يعرفش اورشليم وما يعرفش القدس، هو يعرف مدينه اسمها ايليا. ليه ايليا؟ لان دي اللي بناها سنه 70 ميلاديه اليانوس هادريانوس اللي هو الامبراطور. في حدود سنة 320 الهيلانا أم الإمبراطور قسطنطين الكبير حد قال لها ده في هنا حتة خشب من الخشبة اللي اتصلب عليها السيد المسيح اللي بتسمى في التراث المسيحي صليب الصلابون، كلمة سوريانية صليب الصلب يعني. فقعدت تندش لحد ما طلعتها وحطوها في علبة فخمة كده من خشب غالي وفيها صدف، وعملت كنيسه القيامه. وبعدين كبرت بعد كده الكنيسه لحد واتهدمت مرات واتبنت مرات ثانيه. انما بقى مركز المسيحيه هو هذه المدينه ايليا، ومركز اليهوديه هو هذه المدينه بس بالصيغه العبريه اورو شاهين. وطلع الاسلام
راح نخلي نفس المدينه هي برضه المدينه المقدسه، بس سماها ايه؟ سماها بالنطق العربي للفظه اليهوديه. بيت هميقداش اصبحت بيت المقدس، وبعدين مع احتكار شال البيت بقت ايه؟ القدس. لما جه الفرس وانتزعوا صليب الصلاوات وغزوا مصر كمان ورجع هنا، الكلام ده كان سنة 616 ميلادية، وجه هنا 628 كان الإسلام ظهر خلاص بس لسه في البداية، طردهم ورجع القطع الخشب دي اللي هي اختفت بعد كده صليب الصلاوات، ورجعها في احتفال بقى كانت المسيحية انتشرت في مصر وفي الشام وسواحل أوروبا، فكان كل قلوب الناس في العالم يعني مختلفة جدا بالنسبة لله العظيم. استقر أو استقرت أو الصندوق وهرقل في قمة يعني نشوته، أولا بالإنجاز اللي هو عمله وبالانتصار اللي مش هتقوم بعد دولة الفرس خلاص، لأن اللي هيمسكها واحد هم مربيينه هناك في بيزنطيوم، وبالتالي كان واضح إن الإمبراطورية هتنعم في حكم العالم. بس كان في حاجتين بيحصلوا، إن واحد بيقول له في دلوقتي نبي من الجزيرة العربية عايز يبعت لك رسالة، عايز يتكلم معاك ومش عارف ايه، وما اهتمش اللي هي اللي احنا نسميها كده رسائل النبي الى الملوك. وفي حاجة تانية اهتم بيها، انه الاساطفة قالوا له اللي دخل الفرس وعمل المشكلة دي حاجتين، اليهود ودول لازم بقى نشوف لنا حل معاهم يعني، والخلافات المذهبية اللي بين المسيحيين وبعضهم. طب ايه عايزين ايه يا جماعة؟ قالوا اليهود لا دول مالهمش لازمة بقى في الدنيا خلاص، وبعدين دول قتلت السيد المسيح. فراح عامل مقصود امبراطوري انه يا اليهود يؤمن بالمسيحية يا يحل دمه، وأول فكرة تاريخية لحل الدم كانت في الزمن ده مش في الإسلام. زي ما برضه فكرة الجهاد اللي هي مرتبطة دايماً بالإسلام هي موجودة في الإنجيل في عمل الرسل. والآية بتقول جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح. فاللفظة ومعناها يعني تم استعمالهم إسلامياً لاحقاً. فكرة اللي يغير دينه أو يضل يبقى حلال الدم دي ظهرت أول ظهور ليها في المقسوم الإمبراطوري بتاع هرقل. طبعا حصلت مذبحة في العالم كله، اليهود متشددين جدا بعقيدتهم وعقيدتهم عملهم بالمناسبة مشكلة أكتر مننا. يعني في إسرائيل دول حاليا طبعا احنا بنزعل لما نشوفهم بيضربوا الفلسطينيين وبياخدوا القتل وكذا وكذا، احنا عندنا ازمه، بس هو في الحقيقه هو عنده ازمه اخطر. ليه؟ لان عنده كتاب في سماوي بيقول له ان الرب قال ابراهيم لنسلك يا ابراهيم اعطي هذه الارض من النهر نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. فهو عايش ومتكون ومتركب على هذا التصور. بس الأرض دي فيها ناس، الرب ما جابش سيرة الناس، عشان كده هو في مأزق شديد جدا. يعني هو أنا لما أعمل دولة إسرائيل يبقى تحقق الوعد الإلهي، ولا لما الناس دي تختفي؟ طب الناس دي عمالة تخلف واحنا متحاصرين ودول بيكتروا، طب نعمل خدنا شويه كده ونقول ايه، هنقف عند حدود 67 على ما نشوف. دي واحد فلسطيني بتوع 48
جوه الكيان ومش يهود وما ينفعش يبقوا يهود كمان. يعني شوف المنظر، ان واحد عايش معاه جوه البيت وهو مش من العيله وما ينفعش يبقى من العيله. ده موضوع تاني. انا عايز اتابع دلوقتي الخريطه الاعتقاديه، بس بوضح بعض النقاط من الماضي الى الحاضر. هذه المذبحه الهائله اللي تمت سنه 628 في انحاء العالم القديم افرغت ايليا مره اخرى من اليهود فجم لمصر وفضلوا فيها زمن اطول هذه المره. ليه؟ لان الاحوال لم تهدأ هناك. من بعد المذبحه دي ما هدأت، طبعا كله استقر وكله طب خلاص خلاص ماشي يا مسيح مسيح كده. او يهرب او يروح في حته ما بتدققش قوي، عشان كده كان تركيزهم فين؟ في بلقة وناحية بنغازي دي الحالية وشحات دي اسماء رومانية قديمة ونزلوا هناك وسكتوا كده. علشان كده رسول الاسكندرية اسمه ايه؟ الكاروز بتاع الديانة المصرية اسمه ايه؟ مرقس اليهودي. في المصادر المسيحية المبكرة سويس بن مقفع او غيره يتقال مرقس اليهودي. ليه؟ لانه اصلا من هناك. وانتوا عارفين طبعا هو ما شافش السيد المسيح. والقصه طبعا معروفه مش انما فضل اليهود موجودين في مصر والاسلام بينتشر وبيدخل بفعل قوه العرب والقبائل العربيه الموجوده والضعف، لان انا قلت ان هرقل كان مبسوط جدا لثلاث حاجات. حاجه انه انتصر على الفرس، وحاجه انه رجع صليب الصلابوت، وحاجه ثالثه اسمها مارتينا. مارتينا دي بنت اخته وكانت بنت زي القمر، بس هي بنت اخته فانا عايز اتجوزها. فالاساطفه عايز اقول لا ما ينفعش، يعني ما فيش شريعه. قال لهم لا شافوا لي حل، البنت مجننه، شافوا له حل واتجوزها. وبمباركه بعض الاساطفه بس مش مصريين، فكان العالم متخلخل. الفرس هرب دولتهم، اليهود مهجرين، المسيحيه مطحونه في الخلافات المذهبيه اللي هنتكلم عنها بعد شويه. واليهود كمشوا هنا وظلوا حتى منتصف القرن العشرين. فالنهارده لما نقول الخريطه العقائديه ما يخص اليهوديه فيها نلاقي بعض يعني معدودين على الاصابع الموجودين في مصر حاليا. انما ازاي هنقدر ننكر المعبد اليهودي الموجود هنا في النبي دانيال، ولا النبي دانيال نفسه في الشارع، المعبد اليهودي في القاهره، الجنيزه اللي في القاهره، السلوك اليومي، الاطفال في المنطقه الشعبيه بيعملوا الطياره بيطيروها دي بيعملوها على شكل ابن داوود. لا حد اليهود ده الجيت ده موجود في كل حتى في العالم، وهو صناعه مصريه على فكره. اول حد قال ان اليهود يسكنوا في حته محدده كان الحاكم بامر الله الفاطمي هنا في مصر. فعمل لهم يعني ركن يبقوا فيه اللي هو هيتسمى بعد كده الجيتو، هيبقى تقليد، وهم استراحه كمان للحكايه دي. ليه؟ عشان هم بيشوفوا ان اكل الناس مش حلال. هم ليهم طريقه كده في الذبح اللي هي طريقه الاسلام على فكره. وبيدققوا قوي في وما كانش حاجه فيها دم، والست الحائط دي تبقى مشكله ومش قادر يشوفها هو، ولا تعمل له اكل، ولا تقعد على كرسي. لو قعدت على كرسي يبقى اليهوديه عندها مشكله مع المراه فظيعه. هذا المسار
الاستمرار ده 2000 سنه لا تزال بقايا هنا مش كده وبس، ولا تزال بقايا في المصري المعاصر فيما يسمى او نعرفه باسم الكتاب المقدس. هو ايه الكتاب المقدس؟ نصين، نص عهد قديم ونص عهد جديد. العهد الجديد معروف بالاناجيل واعمال الرسل. طب العهد القديم ايه؟ التوراه من علامة شوية وأسفار الأنبياء الكبار، ويدخل فيها طبعا نشيد الأنشاد وسليمان والحاجات دي، وبعدين أسفار الأنبياء الصغار. بس ده كتاب مقدس أيضا عند المسيحيين. فبالتالي المسار العقائدي اليهودي موجود فينا. طيب نشوف المسيحيين. المسيحية طبعا انتشرت في القرن الثاني بشكل كبير. قسطنطين الامبراطور قسطنطين الأكبر، والله هو مش قسطنطين، هو في الحقيقة كليبيانوس. تاريخ 234 تعمل السوانح تاريخ الشهداء، هو بيقيس على سنة ولاية دقلديانوس اللي قبل قسطنطين الامبراطور، لأنه مرسوم ميلانو للتسامح الديني كان اللي حط المسودة بتاعته هو دقلديانوس اللي بيقول عليه بالإنجليزي دوكليشن، مش قسطنطين. وكان عدد المسيحيين في العالم أو في الإمبراطورية الرومانية في الوقت ده من 10 ل 12%. الكلام ده سنة 325، أول مؤتمر ديني مسيحي عالمي اللي احنا بنقول عليه المجمع المسكوني. وده مجمع من قيام ليه؟ كله اسكندراني في اسكندريه. المجمع بعد ما عمل هناك نقيا دي بلد، انتوا عارفين اسطنبول دي زمان كان اسمها قسطنطينيه، هي وهي نفسها كان اسمها بيزنطة. فجنب منها بشويه كده بلد اسمها نيقيا. فكان قسطنطين اللي هيعمل القسطنطينيه في نفس مكان مدينه بيزنطة القديمه، لسه ما خلصش المدينه. فعملوا المجمع المسكوني سنه 325 في مدينة أو في بلدة نقيا، علشان الإسكندرانيين زعلانين من بعض. بلاش أقول الزعل إيه، المسيحيين بتاعتي عارفين فتنة أريوس أقولها ولا لا؟ كنيسة الإسكندرية لانها هي كانت عاصمه، الاسكندريه كانت عاصمه المعرفه في العالم من قبل المسيحيه. فلما ظهرت الديانه الناس اللي بتفهم اكتر في العالم كانوا موجودين في اسكندريه، والمدرسه الفلسفيه تحولت الى المدرسه الفلسفيه اللاهوتيه. عشان كده الراجل اللي قلنا عليه الراجل البديع او جانوس أو القديس أوريجين ده اسكندراني، وهو كان يعني من الناس اللي بتفهم كويس الإنجيل، وعمل حاجة اسمها الهاكس بلار اللي هو الست قوائم، يعني حط فيه الإنجيل بالعبري وبالسورياني وباليوناني وكذا. فأم الإمبراطور بعثت للأسقف بتاع اسكندريه اسمه اسكندر الكسندروس، قالت له احنا مش فاهمين انتوا عاملين دوشه ليه كده؟ قال لها طب ابعت لك حد يتفهم. الست دي اسمها اماميه، راح لها اورجانوس وادها انطباع كويس جدا عن المسيحيه، وبدات تفرق او بدات روما بيزنطة تفرق بين ان اليهوديه دي حاجه والمسيحيه حاجه تانيه.
فكان الاسكندريه مكانه في العالم المسيحي وعندها اعتقادات معينه في المسيحيه. ومن الاعتقادات دي ان السيد المسيح هو الرب بذاته. طيب من ليبيا برضه بيجي رافض ذكي جدا يقعد هنا ودرس هنا في محطة الرمل في اللي هي مقر الباتريركية يعني. وبعدين قال لهم يا جماعة في هو السيد المسيح ابن الله بالتبني مش بالكامل. فالاسقف قال له يا أريوس اسقف بلاش مشاكل. وبعدين احتاجوا في سوريا بعض المعارين فراح قاعد أريوس. راح هناك أريوس هالس بقى لقى أبولوناريوس ولقى الإبيونية ولقى كلام قريب قوي من اللي هو كان بيقوله. قال لا طب ما يبقى هو ده الصح. السيد المسيح هو ابن الله بالتبني اللي هو يساوي ايه في الاسلام؟ الاصطفاء. شوف قال يا جماعه ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية من بعضها من بعض والله سميع عليم. اذا هو اصطفاء مش بمعنى انه اله كامل. طبعا اسكندريه او كنيسه اسكندريه تسمع الكلام ده ما تطقوش. فحرموا أريوس أريوس وعملوا المجمع ده وانتهوا منه يعني. وحتى أوريجانوس الراجل الطيب ده العبقري في الحقيقه هو راح عمل عمله كده ملهاش اي لازمه. راح يظهر كان هو عالم جليل جدا درس فلسفه يونانيه يعني. وعلى فكرة كليمان اللي هو كليماندوس وأريوس دول درسوا مع فلاسفة زي أفلاطين والجماعة دول في نفس المدرسة. وكان بيدرس لهم فيلسوف أفلاطوني اسمه أمونيوس ساكاس أو سقاط المعرفة الأمونية. مهم يعني كلمة ساكاس دي سقط بالعربي مترجم من اليوناني من ساكاس. فهو عبقري بس تفهمش ليه بقى بيحب الستات كان ولا متضايق من انه بيحب الستات ولا ايه المشكله؟ راح خاصي نفسه. فطبعا الاسقف قال له ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ قال له انا عايز اخلص من الشهوه خالص. قال له انت لو خلصت من الشهوه مع ان الاسقف بتاعه ده كان راجل طيب قوي اسمه ديمتريوس الكرام، كرام يعني بتاع عدم، كرم. وتولى الاسقفيه بطريقه غريبه جدا، انه الاسقف اللي قبله عيان وشاف ملاك في المنام يعني، قال له اللي يخش عليك مع الاوضه هنا، اول واحد يخش عليك مع الاوضه هنا اختاره. الوقت مش وقت عدم. فين وفين؟ كم يوم كده؟ وكان واحد طيب كده غلبان ومعاه عنقود عنب. قال له انت جبته منين ده؟ قال انا عندي جنين انا كرام يعني بزرع عنب. فلقيت العنقود ده طلع قبل اوان فقلت ان انت احسن حد يعني انا جبته. قال له طب انا شفت رؤيه كذا وكذا وانت هتبقى الاسقف. قال له طب انا متجوز. قال له ما فيش مشكله. فبداوا شعب الكنيسة اسقف لا الاسقف لازم يبقى راجل ما ينفعش يبقى متجوز. فناقشوها شوية في مجمع محلي وبعدين قالوا لا ما دام الواحد متجوز واحدة بس النص كده يبقى ما فيش مشكلة يبقى في رشقة طاقة. ودي اللي بنستدل منها على انه ده كان ممكن يقعد يتجوز أكثر من واحدة. وإن الأصح فعلا مش شرط يكونوا غربان
الكلام ده بيزعل بعض الناس فمش هنطول فيه. المهم انه ده بتدوس الكلام الراجل الطيب ده كان صالح جدا وديانة اللي هو شعب الكنيسة وعمل خدمات كويسة قوي في ضبط التواريخ وتحديد أيام الصوم وبتاع وكان بيحب أورجانيس وحاجته إنه ذكي جدا وبعته بيزنطة بعته روما وبعته الشام وبعته لأورشليم أو إيليا عشان يدرس هناك لحد ما عمل عملته دي. فالراجل الطيب ده الأسطح بالكيوس قال له انت كده ضيعت فكرة العبادة كلها وبعدين انت مفروض هتبقى مدير المدرسة اللاهوتية يعني يقول لو مت دلوقتي انت تبقى الأسطح دي تبقى مصيبة لأن لما يكون الأسطح خاصية يروح الشباب كلهم المتحمسين يقصوا نفسهم عشان يبقوا زي الاسطح. قال له فانا معلش بقى هحجمك، يعني ايه هحجمك؟ يعني هيشيل الدرجه الكنسيه وشالها. وعدى المأزق بتاع اوريجانوس وعدى المأزق بتاع اريوس واسكندريه هي يعني على نحو ما عاصمة الديانة في العالم. بس احنا عندنا روما. روما طبعا الرسل كلهم راحوا هناك ومعظمهم مدفون هناك. يعني تلامذة السيد المسيح معظمهم في روما نفسها هتلاقي طبعا سان ماركو عشان هم خدوا يعني الوفاة من هنا وبعدين خدنا احنا حته ثانيه عشان نعمل الكنيسه دي. انما بقيه الرسل مدفونين هناك في روما، فبالتالي برضه عميقه في المسيحيه. والاسقف بتاع روما هو بس اللي اسمه ايه؟ البابا. يعني لحد وقت قريب ما كانش البابا هنا في مصر يبقى اسمه البابا، كان اسمه البطرك. والبطرك من بطريرك، وبطريرك كلمه يوناني معناها الاب. في سنة 451 في حجزات معينة كده بين اسكندرية وبين كنيسة العاصمة الإمبراطورية اللي هي بيزنطة وبين مقر البابوية اللي هو روما. اختلفوا في شوية حاجات كده صعب أشرحها دلوقتي لأنها دقيقة جدا بس كلها تتعلق بطبيعة السيد المسيح. حصل في سنة 450 انقسام. الكنائس قبل كده كان لها اسمين، يتقال الكنيسة الكاثوليكية يعني العالمية، والكنيسة الأرثوذكسية يعني أتباع الإيمان القوي. هذا الاسم ينطبق على الكل. 451 في بلد شمال الشام تحت تركيا اسمها خلقيدونيا الشام. فحصلت في اسكندريه هنا مذابح ضخمه واساقفه من دول ومن دول اتقتلوا في الشارع وقطعوا السلاطين. الاغنياء هم اللي بيقولوا عن يعني الخلق الدنيين واللي بيقولوا من دول اللي هم في اولياء عاقبه او اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي الكنيسه القبطيه. بس المفروض انه كل ده قبطي انما الخلق الدني اللي هم هيتسموا بعد كده الملكانيين من الملك يعني من اتباع الملك. واللي يعاقبه اللي هم المنافس او اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي الاخبار في بينهم حزازات خطيره جدا ودم كتير
واستمر بهذا حتى الآن. عشان كده احنا عندنا كم بطرك في مصر؟ لما نشوف الخريطة 2 أرثوذكس، بطرك منهم هو البابا شنودة الثالث، وبطرك منهم هو البابا ثيوزوكوس الثاني اللي هو هنا في المنشية. البابا شنودة الثالث هو بطرك مين؟ ما الاثنين ارثوذكس دول ودول، بس دول الارثوذكس اللي يعاقبها الملكانيين اللي يعاقبها المونوفيست اللي هم بنقول عليهم دلوقتي اختصار الاقباط. البابا ثيوزوكوس اللي هو راجل لطيف جدا بالمناسبه وهادي كده، هو عايش هنا في اسكندريه على طول، وفي بطرك هو البابا ثيوزوكوس الثاني بابا الاسكندريه وسائر افريقيا. للارثوذكس هما ما بيقولوش اي حاجه، ارثوذكس وخلاص، لان هما بيشوفوا ان دول مش الارثوذكس، هما بتوعنا احنا، ان هما الارثوذكس، بس احنا بنقول عليهم الملكانيين او الروم الارثوذكس، بس هما بيقول لك روم ولا مش روم، احنا الاساس. ليه احنا الاساس؟ لان احنا الكنيسه القديمه الاساسيه، ولان اقدم دير في مصر دير بتاعنا احنا اللي هو سانت كاترين، وانه الجماعه المنافسه يعني ربنا يهديهم، بس مش هم الاساس. في حين الاقباط بيقولوا احنا الاساس واحنا صحاب البلد واحنا طيب. فبقى عندنا نوعين من الارثوذكس، مجموعه كبيره هي الارثوذكس المونوفيست او اليعاقبه او الاقباط، وارثوذكس اخرين اللي هم الملكانيين او الروم الارثوذكس، دول عددهم اقل بكتير بس عندهم تاريخ حافل، وهم برضه بيبداوا من مرقس الرسول وديمتريوس الكرام ده من الاباء بتوعهم، ماشي كده برضه السلسال مستمر حتى كبارلس عمود الدين. فاثنين ارثوذكس وجماعه ثالثه مسيحيه كاثوليك. طب ليه بقى كاثوليك؟ ما احنا قلنا كله زي بعضه. لا، لما حصل الانشطاط الاعظم في الكنائس في بداية القرن ال 11 الميلادي، الجماعة بتوع أوروبا قال لك بص الشرقيين دول هيرجعوا قلبنا، مش فاهمين حاجة، وسيبهم بقى كده هما كده، إحنا الكنيسة الجامعة الكاثوليك اللي هما منهم بابا روما. بابا روما وكل معظم المسيحيين في العالم كاثوليك، والكاثوليك منهم ناس في مصر ومصريين، بس ما عندهمش بابا هنا، في بابا واحد بس في الكون، واللي موجود هنا يجي يزورني كده هو الممثل البابوي. يبقى عندنا ثلاث جماعات. طبعا احنا عارفين ان مارتن لوثر دي قال بلا لاهوت بقى بلا كلام من ده، معلش المسيحيه دي القلب وكده، وانسى الاكليروس والطقوس والكلام ده نتخفف منها ونعمل اتجاه جديد في المسيحيه اللي هو البروتستانت. البروتستانت بقالهم مذاهب كتير، منهم مذهب نشا في غرب اوروبا وفي امريكا اللي هم الانجيليين اللي هم دلوقتي موجودين في مصر من القرن ال 19، وعددهم حوالي 850,000 وبيعملوا أنشطة كتير وكده، وفي حزازات برضه منهم، وفي الكنيسة الأرثوذكسية اليعقوبية القبطية. عشان كده كنا بنسمع قبل الثورة دايماً عن حاجة اسمها مؤتمر تثبيت العقيدة. تعمل الكنيسة ليه؟ لأن الشباب اللي هو بنقول عليه الشباب القبطي بيزعل
علشان التشدد بتاع الاباء فبيروح يغير المذهب. او واحده متخانقه مع جوزها تروح هناك عشان دول يعني بروتستانت ف يعني دنيويين شويه او بيتفهموا وبيهتموا بالواقع الاجتماعي ويعملوا مستشفيات كده وناس لطاف يعني. بروتستانت اشد. نعم؟ بروتستانت اشد تعصب. كويس. مفيش مناقشه بقى لما اخلص الدكتور. استنى عشان يبقى دلوقتي شفنا الخليطة في المسار اليهودي اللي هو انتهى إلى عدد قليل جدا من المصريين بس هم مصريين ولا يمكن فصل وقعنا عنهم على فكرة برضه. ليه؟ لأن المنطقة اللي ساكن فيها المهندس عبد الله اسمها إيه؟ سموحة. مين سموحة؟ يهودي. المحل اللي بيشتري منه اللي اسمه بنزيون. يعني ايه بنزيون؟ يعني ابن صهيون. هو اسمه كده. عكس محلات يهودي. ولما نرجع شويه كل ما نرجع في التاريخ اللي هم موجودين جزء من مكونات المجتمع المصري. ومحدش فيهم على فكره كان عنده شك في انتمائه للبلد. هو عارف ان هو ديانته مختلفه وان المصريين دول فيهم مسلمين وفيهم مسيحيين، هو ملوش دعوه بالديانات بس هو نفسه هو مصري. واطباء وعلماء وقاعدين يشتغلوا في امان الله وشويه الناس تيجي على بعض وبعدين شويه يهدم وبعدين بس الدنيا ممتدة طول التاريخ ده. عشان كده اثارها لسه باقيه حتى الان. وكل ما نبص في منطقه نلاقي تجاري يهودي موجود لانه لحد منتصف القرن العشرين يعني من 50 سنه ولا 60 سنه دول كانوا جزء من المكون العام للمصريين. حصلوا طبعا عبد الناصر والحاجات دي ف راحوا بعضهم استنى هنا قعد اعداد قليله بعضهم اخفى انه يهودي اصلا. احنا عارفين ان في تراجيديا كبيره حصلت في عمليه التهجير. فيبقى شفنا المسار اليهودي، شفنا المسار المسيحي المتنوع ما بين اثنين اورثوذكس واتجاه كاثوليكي واتجاه بروتستانتي هو الكنيسه الانجيليه. نيجي للاسلام. الاسلام طلع في امان الله كويس وناس عمليين جدا على فكره الاسلام. شفتوا الكلام بتاع المسلسلات التلفزيونيه دي؟ المسلمين الاوائل ما كانش الحكايه عندهم زي ما بيقدموها في الدراما. هو بيجي يفتح بلد. ليه؟ لان البلد دي عايز اللي يفتحها اصلا. لا فيها حكومه ولا فيها جيوش محترمه وحتى الجيوش اللي فيها. عشان كده احنا بنستغرب جدا لما نلاقي ان عمرو بن العاص جاي يفتح مصر وجاي معاه شله 3500 راجل مش فارس راجل مش عارف وكلهم من عك. ايه عك دي؟ قبيله يمنيه كانوا العرب بيتضايقوا منها ومسمينها قبيله الاخارس. فعمرو بن العاص قال له طب أمير المؤمنين 3500 والله ما يزيدوا عن 4000. قال له اندب معجم قبائل. يعني ما كانوا موجودين في مصر قبل كده بس مش مسلمين طبعا. مسيحيين وعلى ديانات مع نفسيهم كده وانباط ومش انباط وقصص. فيلا بقى كله يجي عشان احنا نعمل مجتمع. فبيخش بالعدد القليل دي ده ويتوبوا. عمرو بن العاص على فكره داخل يفتح مصر فراح حته ثانيه، راح الفيوم. عاصمه مصر كانت اسكندريه. ومجموع الجيش البيزنطي اللي في مصر 100,000
ألف مقاتل مجهز داخل الحصون، ودول جايين كده عرب يا رسول الله. ازاي اتفتح؟ انا وجهه نظري ان هي كانت مفتوحه من قبل وكانت مدعمه تحت الترابيزة، عشان مقوقس كان عامل اتفاق سري كده له شواهد في التاريخ بس مفيش نص، وبالتالي اتباعت البلد وخدها عمرو بن العاص. من مين؟ مش من الارثوذكس اللي يعطلها، لا، خدها من الارثوذكس التانيين، دول بقى بتوع البابا ديزوس هم اللي كانوا بيحكموا، بس دول اجاوب يعني كتير برضه. والمسلمين او العرب عموما ناس عمليين بتوع تجاره ومش بتوع قصص. انت ايه وضعك؟ مسلم ماشي، اقعد وزرع وهتدفع الزكاه عليك بس من عندك طبعا، وهتدفع خراج الارض اللي هي الضريبه العبقريه. انت ايه وضعك التمسيحي؟ طب هتدفع جزء عشان ما تخشش الجيش واحنا اللي مسؤولين عن الموضوع ده، وهتدفع خراج الارض اللي هي الضريبه العبقريه. انت يهودي ماشي، يجي مثلا ناس يقول لك احنا صابئ هيلخبطوهم، فيروح الفقهاء يقول ماشي اهل المكان، يجوا مثلا تغلب قبيله تغلب العربيه الضخمه جدا دي، يقفوا قدام عمرو بن العاص يقول لهم ايه يا جماعه احنا عرب، تقول بس احنا عايزين نروح المدائن عشان لا ما تروحش، قول احنا متحالفين معاهم. يعني ايه متحالفين معاهم؟ يا عم ده احنا نتكلم نفس الكلام، احنا مسيحيين. طب وانا مالي؟ يلا بس عشان ناخد بلاد فارس. لا ليه؟ لا ده بس وخالد بن الوليد ليه؟ لا 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 احنا ما ندفعش جزيه عشان عيب. فيساله عمر بن الخطاب دلوقتي الجماعه قبيله تغلب، ودي القبيله اللي كانت المفروض هتوجس العرب كلهم على بيتوش قريش لو ما ظهرش الاسلام يعني. قبيله تغلب مش عايز تدفع جزيه؟ قال لهم خلاص ما ندفعش. طب يا امير المؤمنين ده فيها نص قراني. قال لهم اللي انا بقولك عليه خلاص ما تفرقش. بس عندكم السبعه بدل ما انتوا عاملين تقتلوا عرب في عرب كده مفيش داعي. بس اشتركوا عليهم ما يعمدوش العيال. العيال اللي تختار. وقد كان. واتفتحت. العراق وبعدين فارس. عشان كده سنه 35 هجرية كان الإسلام وصل لطشقند وبخارى. يعني أنا ركبت الطيارة من طشقند لبخارى عدت ساعتين طيران. تعرف طيران يعني سنة كده؟ فبعد سنة 35 فتحها قتيبة بن مسلم 97. أنا لما رحت هناك نزلت بالطريق طلبت فلوس، فقلت لكون أنا متلخبط ولا حاجة. قعدت أبص كده، آسيا دي قارة مهولة. الناس دي مشت إمتى وجت إمتى والجيوش لما بتتحرك قصة. يعني بس هو العالم كان مهيأ. وهم كانوا عمليين. الحكاية بقى مش زي نظام مسلسل ولا فيلم فجر الاسلام واحد عمال يبص كده يا رسول الله. لا لا دي ناس عمليين جدا وواعيين جدا وبيتخانقوا مع بعض وبيقتلوا بعض في التحكيم، مفيش هزار، عشان يعمل دوله ويبقى الراجل الطيب علي بن ابي طالب هو اللي يتغلب، والمكار معاويه هو اللي يبقى الخليفة، وهو اللي ياخد مجموعة، والمجموعة اللي تروح مع علي بن أبي طالب يبقى اسمهم إيه؟ الشيعة. يبقى بدأنا هنخش في طيارين عقائديين إسلاميين، أهل السنة والشيعة.
في مناخ الثوره بقى 25 يناير والقصه دي يطلعوا لك شويه عيال يقول لك لا احنا لا ائتلاف الثوره ولا احنا مجموعه البلدعي، احنا مش عارف الائتلاف الوطني. نفس الشيء بيحصل ساعات يطلعوا جماعه يقولوا احنا يا عم لا اهل سنه ولا شيعه، احنا طالعين بره الاثنين، فدول يقول خوارج. طيب عندنا ثلاث طيارات من الخوارج المتشددين جدا دول، هيطلع اتجاه رابع اسمه القرامطه. الاربع اتجاهات دي اتاثرت ليه؟ لان مجموع المصريين سنه والقرامطه عايزين يجوا يمسكوا مصر وبيساعدوا الشيعه. وبعدين الشيعه بداوا يعملوا مشاكل مع القرامطه ويحاربوه ويتقووا في تونس، وبعدين يجوا يحكموا مصر اكثر من 200 سنه اللي هي الدوله الايه؟ الفاطميه. وطول وقت الدوله الفاطميه الشيعه وهم بيحاربوا مين؟ القرامطه مش السنه. وبتعدي الليان وبيجي صلاح الدين الايوبي اللي الناس بتعتبره بطل، بس انا ما بعتبرهوش، ويطمس المذهب الشيعي. وهم على فكره الفاطميين ما كانوش بيفرضوا مذهبهم، يعني هم عاملين الازهر وعاملين الاقمر وعاملين المدارس وعاملين بتاع، بس اللي عايز يعني خلاص مش عايز خلاص يعني ما عندهمش مشكله. فكان من السهل جدا على صلاح الدين الايوبي وعمل جرائم ضد الإنسانية، منها مثلا الفاطميين طبعا 200 سنة وهم أصلا جايين من تونس، ودول آل البيت على فكرة فعددهم كبير، راح جاي لبيتين كبار جدا يقصوا القاهرة وحط الرجالة في بيت ما يطلعوش، والراجل ما يشوفش الست لحد ما يموت، والستات في بيت ما تطلعش عليها حراسه وما تشوفش راجل لحد ما يموت، عشان لا ده يخلف ولا ده يخلف. وانقطع الناس من فوق خلال مثلا 70 سنه. وعادت مصر منطقه سنيه. والايام تقلب وتخش مذاهب كده رفيعه، تطلع ديانه كده اللي هي البهائيه مثلا، فيبقى لها ايه شويه، يجوا شويه شيعه كده والناس مش فرقانه معاها، يعني شيعه ماشي اهل البيت بطلوا ماشي خلاص. لحد ما قامت الثوره في ايران، فبدات حكومه مبارك تحديدا تقلق جدا من وجود الشيعه في مصر. هم موجودين ما بيقولوش يعني، بس هم معروفين. وحتى البهائيين انتوا عارفين يعني في معظمكم شاف رسومات بيكار. بيكار لما اهدلنا مكتبته او سرته يعني اهدلنا في مكتبه السنه كلها كتب بهائيه بما فيها القران بتاعهم اسمه الكتاب الاقدس. كتاب غريب كده دمه خفيف. لا صحيح يعني هو واخد جنب المراه قوي، وما فيش حاجه اسمها ان الزوج يمشي كده ويسيب مراته تطلق نفسها خلاص، ما ينفعش. معاد في الخليج ولا مش في الخليج ياخدها معاه، انما الست تتساب لا ما يصحش الا لو هي عايزه بقى، هي حره. وكلامه النص بيصطنع اللغه القرانيه بس ما فيهوش بلاغه، انما لطيف. بس دول ديانة وموجودة في مصر ومش باينة، والشيعة مذهب وموجود في مصر وموجود شوية يعني كويسين. طيب السنة بقى حصل فيها ايه؟ حصل فيها انقسامات برضه، لأن الناس تقول سنة بص
السنة إيه؟ سنة الرسول هنعملها وخلاص. طيب الرسول بيقول مثلا بسمي وانت تبعيش نسمي في ناس قالوا لا الحكاية مش كده، الحكاية تتعلق بالاعتقادات العليا أو علم الكلام أو أصول الدين. يعني إيه يا جماعة؟ قالوا يعني أهم حاجة مش العبادات، الاعتقادات. طب إزاي يعني؟ قال لك يعني مثلا اعتقاد السلف الصالح هو الاعتقاد المظبوط. طيب ماشي، اعتقاد السلف الصالح هو المظبوط، وبالتالي المعتزلة دول ناس يعني المفروض نولع فيهم. ليه؟ هتولع فيهم ليه؟ قال لك عشان بيأولوا القرآن. يعني ايه بيأولوا القرآن؟ قال لك يجوا مثلا آية بتقول إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. المعتزلة تقول إن يد الله فوق أيديهم مش بمعنى إن الله له إيد كده، لا، معنى إنه هي الله بيأيدهم يعني أو معاهم، وده تأويل. طب يا جماعة ما هو لازم التأويل، يعني أمال هنعمل إيه؟ لا ما نأولش. طب ما نعمل إيه مشكلة؟ قال لك لا هو كده، هو إحنا ناخد القرآن زي ما هو. فواحد من الأساتذة المصريين كان معاه في السعودية، فالشيخ ابن باز بتاعهم بيقول له مفيش تأويل في القرآن. فرد عليه رد طبعا خلاه يرجع تاني، قال له طب والآية اللي بتقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هو كان أعمى، لازم تتأول ان اللي مش هيشوف كويس في الدنيا مش هيشوف في الاخره، مش بمعنى ان يشوف يعني اعمل بصيره مش البصر، ده تاويل. فطول الوقت اللغه بتتاول، هم قالوا لا لا مفيش تاويل. طيب اللبس بتاع الناس بيتغير، لا مفيش تغيير، احنا نطلق اللحى ونعفو عن الشمس ونلبس كده ليه؟ دول اللي احنا بنسميهم كده دلوقتي السلفيين. السلفيين لهم اكثر من اسم، انا قلت ده في مقال الاسبوع اللي فات في مصر اليوم، فمش عايز اكرره يعني تاني، ان تفوجت السلفيه عبر وقت طويل طلعت من اهل السنه، وكان لهم تسميات مختلفه وكانوا مرتبطين بالفقه الحنبلي اللي هو بالمناسبه اوسع واخف في المذاهب الفقهيه الاسلاميه. يعني أي مشكلة فقهية الحنابلة يحلوها. واحد مثلا ينمي يمين على الله، الله قال فيكم الشافعي خلاص، طب أنت كنت في حالة ذهول؟ لا والله كنت مش في حالة ذهول، طب خلاص. يروح للحنابلة يقول له طب يمكن كان وقت البر بتاعها، يقول له احتمال، يقول له شفت أنت مش عارف يبقى مش طالب. بس هم متشددين في الأصول. يعني ايه الاصول؟ يعني اصول الدين، يعني الاعتقادات، يعني الارثوذكسيه. لانه المشاكل اللي كانت موجوده في الزمن المسيحي في الشام عن طبيعه المسيح تطورت لحاجه اسمها حريه الاراده الالهيه او مذهب الاراده، اسمها المونوثيليه، الجبر والاختيار عند المسلمين. فبداية علم الكلام، علم أصول الدين، علم العقيدة، بدأ لأن الناس هي بتفكر في المسائل الدينية، بس بدل ما كانت تتكلم باليوناني والسومياني بقت تتكلم بالعربي، وبدل ما كانوا بيستندوا للإنجيل والتوراة بيستندوا للقرآن. بس دول عند السلفيين مش شاطب عليهم.
طب وبعدين؟ قال لك وبعدين الزمن الاسلامي الاول هو النموذج، واحنا علينا دلوقتي نعمل النموذج. طب هنعمله ازاي؟ نقلب نظام الحكم. انتصموا فريقين، فريق بيسموه السلفيه العلميه، اللي هم منهم الشيخ محمد حسان وكتير. يقول لك لا، عندنا حديث واحنا ما بنقولش، الحديث بيقول حديث ابو يعني من شق عصا الطاعه فاقتلوه، وحديث ثاني بيقول السمع والطاعه ولو لعبد حبشي. طب يعني ايه يا جماعه؟ قال له يعني لا يجوز الخروج على الحاكم. عشان كده في الثوره 25 يناير طلعوا دول النوع ده السلفيه العلميه وقالوا احنا ما ينفعش. بس في سلفيه تانيين اسمهم السلفيه الجهاديه، دول يقول لا ده احنا ما دام الحاكم ده يعني قل ادبه ده احنا نزور ونقتله ونقتل كل الكفار ونعمل ونرجع المجتمع تاني، ودي الخطوره. واحنا شفنا اول امبارح واحد مش عارف اسمه ايه بيقول لك نطلع ظروفنا مش كويسه عشان ما نبطلنا نعمل غزوات، فنروح نغزو اوروبا ونجيب بقى رزق وستات. احنا ممكن يجيبوا على فكره من غير غزو، قال الاوروبيات لو عملنا لهم دعوه هم ما بيعرفوش يتجوزوا هناك، والعيال هنا مش قادره تتجوز، يعني لو اتحسن الاقتصاد شويه هم هيجوا من غير حاجه. فبقى في التيار السلفي. في تيار تاني بقى اللي كانوا عاملين مظاهره امبارح دول، هي مش مظاهره، هو اشعار بوجودهم. مين دول بقى؟ الاخوان المسلمين. ايه قصتهم؟ في القرن 19 البلد دي كانت نايمه في العسل بقى لها ثلاث اربع قرون مريحة خالص وفقر شديد، والعثمانيين هم اللي مسيطرين. جه محمد علي باشا وقال لك والله مزرعة محترمة هنا. أنا ما أعرفش اللي بيقولوا عليه بقى بالنهضة الحديثة ومش عارف إيه، ده كلام بتاع كتاتيب يعني. محمد علي باشا راجل من قولة مش مصري، ولا هو بيتكلم عربي أصلا حتى، ولا عياله كلهم لحد يمكن الملك فؤاد مش بيتكلموا اللغه بتاعتنا دي اصلا مع الكبار، اللي هي منها دلوقتي خنسيس رنسيس مش عارف ايه. اه وياك ومش عارف ايه. كان من قوله بقى. محمد علي حاول ونجح نجاح محدود في انه يعمل النموذج العثماني في مصر. فمن ضمن الخدمات اللي عملها ان راح بهدل الدرعيه اللي هي عاصمه الدوله السعوديه الاولى اللي مذهبها سلفي. شوف اللفات بقى. راحوا قاضيين على الراجل محمد عبد العزيز بن سعود وجابوه هنا وقعد يهزق فيه محمد علي، وبعدين راح بعته السلطان العثماني قعد يلف بيه اسطنبول يهزق فيه وبعدين اعدموه. عشان كده في حاجات من بدأوا ناس مصريين عباقرة في القرن 19 يقولوا احنا لازم بقى نصحصح ويلا بقى شدي حيلك يا بلد. وقفوا فعلا بدور ضخم جدا. احنا بنقوله قوي دلوقتي على مين دول؟ رفاعة الأخطاب. ده شخصية يعني أنا بشوف مثلا ابن سينا ابن رشد ابن النفيس رفاعة الأخطاب الامتداد الطبيعي. عمل تعليم وترجمة ومدارس وكانوا بيطلعوا عينه برضه. خديوي عباس ما طولت. أصل أنا على فكرة بقعد أتكلم كده. أوقف. الخديوي عباس يعني طلع عينه بقى يحدفه في خطهم هناك ويسيبه في الدبان ذباب التسيد سيبه اللي انت عارفينها دي. وعلي مبارك
بيعمل ضجه كتب وبيوعوا المدارس. الناس دي بدات تعمل نهضه علميه. وراح طلع واحد في اخر القرن 19 وقال لها الاصلاح لا يتم فقط بالتعليم ولا بالاقتصاد، لابد من الاصلاح الديني. الراجل ده منين؟ من عند طالبان هناك. اسمه جمال الدين الافغاني، بس المؤرخين بيقولوا هو مش افغاني ولا حاجه، هو شيعي من ايران بس قال كده علشان هيعيش في منطقه سنيه. ما عليه. في القاهره اللي عارف في القاهره عارفين الجراج بتاع الاوبرا ده، كان في تحته قهوه اسمها قهوه ناتاتيا. وهو كان غني حاجه يمكن كتير منكم ما شافوهاش اسمها النشوق. اللي يقول طبعا يبقى جميل في السن. النشوق طب الجداد عارفينه؟ حضرتك صغيرة في السن مش النشوق ده بتبقى مادة كده بياخدها فبيعطس يعني ايه بتعمل انتعاش داخلي اسمها باللغة العربية الصعود. فكان بيقعد جمال الدين الافغاني يوزع الصعود بيمناه والثوره بيسراه. كل حته الراجل ده راح فيها ولعت. يعني هو اول ظهور له كان في ايران وكان بيحكمها الشاه. سخن ومشي، واحد ضرب الشاه في احتفال كده قال له خذها من يد جمال الدين. عشان كان الشاه له امتيازات كده، حاجه كده زي القواعد العسكريه بس امتيازات لشركه الهند الشرقيه وحاجات كده. جه مصر ولع الدنيا. مين بقى كان بيقعد معاه؟ محمد عبد ماشي، مين تاني؟ سعد زغلول، اللي هم الناس اللي هيقوموا بالدور الجهادي بقى في مصر. بس سعد زغلول اتجاهه اتجاه سياسي بحت مش اتجاه ديني. ليه؟ لانه بيلعب قمار. كان ازهري سعد زغلول. ما ازهري كلهم ازهريين. ما اي حد متعلم في الوقت ده ما فيش لا اسمع مين بعد شويه. كان سعد زغلول توجهه قومي. محمد عبده كان شخص مستهيب جدا، وهو اتعلم على كبر كمان، يعني لحد 17 سنه ما كانش بيعرف يقرا من طنطا، وكان منسي ويتيم وبتاع. المهم بس هو كان عبقري، مش عبقري لا، كان قلبه منور بيفهم. فعمل صيغه جميله يعني اللي يطور بس بما لا يخالف في المدنية الحديثة. وفي نفس الوقت في جماعة تانيين عايشين في مصر برضه زي الشيخ بشمايل والجماعة دول اللي هو جاب لنا بقى نظرية التطور بتاع الدارون والرجل والحاجات دي. والدنيا ماشية. جمال الدين الأفغاني ده راجل دمه خفيف وبتاع أعداد والنشوق والبتاع، وقال له يا عم الخديوي ده ملوش اي لازمه او يهيئ كده. محمد عبده راجل بقى بيعمل تفسيرات دينيه حديثه ومتفهمه والعلمانيين اللي زي شبل اسماعيل موجودين وفي اسكندريه برضه على فكره. المطابع والحاجات كلها كانت هنا. الجيل اللي بعد محمد عبده كان فيه اثنين. واحد الاثنين من الشام ما كانش طبعا في سوريا ولبنان، بس هم من نوع. واحد اسمه محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا هو تلميذ محمد عبد. فلم وكانوا بيشتغلوا مع بعض في حاجه كده اسمها المنار. وعاملين تفسير القران كده تفسير المنار. والعلمانيين برضه ماشيين كويس وبيكتبوا وما عندهمش اي مشكله ومنهم واحد كان جاي مع محمد رشيد رضا في نفس
سكة يعني اسمه فتح أنطون. فتح أنطون ده علماني ومسيحي. بس في الوقت ده ما كانتش فكرة حكاية مسيحي ولا مسلم، كانت الناس بتفكر في العلمانية يعني. بشكل انه لازم العلم بقى يجي ونشوف نظريات التطور والانسان ده اصله قرد بقى والكلام ده. فحصل خناقه فكريه بين فرح انطون ومحمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا استعان بالشيخ محمد عبده، كان يسموه الاستاذ او الشيخ الامام، وخلاه هو اللي يرد على رشيد رضا على فرح انطول. شوف فرح انطول كان عامل كتاب عن ابن رشد، وهو مسكين اصلا فرح انطول لا فاهم ابن رشد ولا يعني. ده كانوا لما نشوف اي حد دارس كويس يشوف ان الكلام ده كان كلام يعني بتاع كتاتيب، هو لا فاهم ابن رشد بس في حدود عصره ماشي. زي بالظبط الرسائل على فكره، في ناس كتير دلوقتي رؤساء جامعات وازهريه تروح تشوفوا رسائلهم تلاقي رساله الدكتوراه مثلا 25 صفحه مكتوب خط اليد حاجات كده. الدنيا زمان كانت غير. فده كتب كتاب عن ابن رشد بيقول فيه ان احنا لازم ابن رشد ده نعتني بيه عشان هو العقل وهو البتاع. فالتاني قال له بقى ابن رشد ده بتاع ومساكين هم الاثنين مش فاهمين بس بيتخانقوا. فبدأ المجتمع الفكري في مصر يتخذ اتجاهين، اتجاه اصلاح ديني واتجاه علماني. اتجاه الاصلاح الديني ده هيلعب سياسه، عشان الملك فؤاد كان عايز لما سقطت الخلافه العثمانيه في اسطنبول كان في منازعه بين مصر وبين السعوديه على ولايه او امامه المسلمين، فكان في لعب سياسي ضخم. حصلت حاجات كتير وطلع الاخوان المسلمون من هذا التيار في الاصلاح الديني، ومن التيار العلماني طلعت اتجاهات اخرى زي الليبراليه والعلمانية. وبعد شوية صغيرين يعني منتصف القرن العشرين الماركسية. طبعا شرح كل واحد من دول عمره يطول، بس لما نشوف الخريطة الآن سواء في جانبها الجماهيري أو في أثرها الموجودة في المجتمع المصري المعاصر، هنلاقي على المسار اليهودي في اثار داله على القرون اللي فاتت، على المسار المسيحي هنلاقي ناس، الناس دول موزعين بين الاربع اتجاهات، اثنين ارثوذكس وواحد كاثوليك وواحد بروتستانت. لما نشوف الاسلاميين هنلاقي ان في سلفيين وفي اخوان مسلمين وفي عموم او جمهور المسلمين اللي هم المفروض اهل السنه، بس هنلاقي مستترا جماعه من الشيعه. في المقابل من دول هنلاقي الاتجاه العلماني، دول الناس قليلين والحجج بتاعتهم حجج مسكينه قوي وما تخشش الدماغ. ايه يعني عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين نفصل الدين عن الدوله. افصل بس انا ما اقدرش ما افهمش الحسبه دي تيجي ازاي؟ يعني ايه تفصل الدين عن الدوله؟ ما بينفصلوش. لانه هو الدوله يعني نظام سياسي يعني رعايه مصالح الجماعه بما فيها العباده وتنظيمها وكده. طيب الدين بتاكل وبتسمي بتاكل وبتصلي وبتعمل كذا، بس بتدي زكاه. طب الزكاة دي اقتصاد يعني في اوقاف كمان، فهم ما ينفصلوش. فانت ازاي هتفصل؟ انا مش قادر افهم. عشان كده بقول ان العمليه دعابه. بس في الليبراليه اللي هي الاتجاه اللي بيقول لا، بص كل واحد ما دام ما ضربش الاخرين هو حر فيه،
في اللي بيفكر فيه. أنا ماليش دعوة إذا كان ده شيعي ولا وهابي ولا أرثوذكسي ولا كاثوليكي، ده مش موضوعي. هو مع ربنا هو حر يصطفي، ويوم القيامة ربنا هيحاسب الناس. إنما إحنا دلوقتي لو هو ساكن جنبك ما يجيش يبوظ نوب السلم بس. فبالتالي وطبعا الليبرالية من الليبريشن أو التحرر إنه يبقى الفرد في المجتمع محكوم بقانون. وهناك بعض التيارات النحيلة جدا اللي ما ظنهاش هتعمل تأثير في المرحلة القادمة المقتربة من تاريخ هذا البلد. شكرا. استمتعنا جدا بهذا السرد التاريخي على التيارات الدينية في حوالينا وفي مصر يعني. وفي بعض الأسئلة يا جماعة حضرتك اللي عايز يسأل مباشرة حد عايز يسأل مباشرة بس يا ريت الدكتور هو اللي هيجيب بعدين عادل، لأن مش عادل أسئلة مكررة وبسرعة عشان الوقت. أول واحدة مش ممكن تكون مكررة. لا أول واحدة ممكن. ازاي نقدر نجمع الاتجاهات اللي حضرتك بتقولها دي، الاتجاهات المختلفه يعني العلمانيه والاتجاهات المختلفه الاسلاميه، ازاي نقدر نجمعها بشكل يعني ممكن نجمعها ازاي؟ وازاي نقدر نوحدها بشكل يبدو مستقبلي؟ لا ما توحدهاش، مش هتوحد. يعني ايه الحاجات المشتركه؟ مش حاجات مشتركه. وما تحاوليش انك تفكري انك تدور الخلافات، واي كلام تسمعيه عن حوار الاديان تعرف ان ده حوار بالمعنى بتاع الشباب اللي بيقول لك الموضوع ده فيه حوار. ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها حوار اديان، ومفروض نبطل السخافه دي. ده ايه اللي يوحد او ايه اللي يجمع؟ القانون. انه الدكتور بيدير الجلسه فهو اللي بيدي الكلمه، وان انا محكوم بساعتين ما اقولش اكتر من كده عشان الزاد مش هيستحمل، وانه عربيتي قعدنا ندور لحد ما لقيت لها باركنج ما اقدرش احطها بنص ساعه عشان ما اعطلش الاخرين. بس ده القانون اللي يجمع بين المصريين. انما انت ارثوذكسيه ولا انت سلفيه وانا مالي، وكمان انت ما فيش دعوه بيا، انا ما جيتش جنبك في بشيء يأذيكي. طب خلاص انا حر، انا ربنا. وعندنا في الموروث الديني اليهودي والمسيحي والاسلامي اطنان من التوجيهات والنصائح والوقائع والحكايات وعلاقه سيدنا محمد باليهودي اللي كان بيأذيه، وطريقته في التعامل مع اهل وتوصيته بالأرض. مش هت يعني طن نصائح. انما اللي بيحصل انه ده بينسى ان يقينه ده الشخص الثاني عنده يقين ثاني، فبيروح يصطدم ويصطدم بيه. انت مالك؟ يعني ده موجوده في ازمنه، لا في ازمنه الازمه بتطلع الحاجات دي. وعلى فكره كل ما يحدث في مصر الان، انا من يومين قاعد اقرا حاجه كده في الدوله الفاطميه عشان الاخوان اللي بكتبها، التظاهرات والاعتصامات والقعده قدام القصر ومش ماشيين تبكى اللي بيحصل دلوقتي، والجماعات برضه اللي هم البلطجيه دول اللي كانوا موجودين برضه ومش عارف الحاكم يعمل فيهم ايه. نعم؟ بتبقى فترات وبتعدي. ما فيش حد بيكسب. يعني وصل الامر عشان افهم بس الحته دي. مثلا الحاكم بامجر ده كان عنده دعاء من الترابيزه. قالوا بصوا بقى الحاكم بامجر ده هو ربنا. طيب وبعدين بقى؟ قالوا بعدين خلاص مفيش لا مسيحيه ولا يهوديه. الاسلام في صيغه سيدنا محمد قال اهل الكتاب عشان هو نبي رسول
انما احنا دلوقتي ما شاء الله عندنا ربنا، يبقى بالتالي ما فيش مسيحيه. هو حاكم، لو عايزين تشوفوه افتحوا التلفزيون بتاع ليبيا تبي يتكلم والله في شكله وفي جسمه وفي كلامه، هو بس حق الله الحاكم بامر الله. لا مش ما كنت هقول كده، بس لا مش لا بيعمل برضه حاجات عجيبه من ضمنها مثلا ان قال ما فيش الكلام ده، روح مدوا كنيسه القيامه بحددها مسحها من الارض، وراح مقتل كل الوزراء والقوات المسيحيين، مفيش مسيحيه، وهو اللي قال لهم يلبسوا الاسود. وعشان كده انا لحد دلوقتي مش عارف ليه الاكل بص القبطي بيلبس اسود ليه، يعني خلاص القصه دي كانت سنه 402 هجريه، يعني بقى لها حوالي 1030 سنه وخلاص. ولما جه ابنه اخته طبعا خلصوا عليه اختفى ما حدش عارف فين، وجه ابنه مسك بقى عادل وبنى الكنيسه تاني وعمل كده، وقال لهم يا عم خلاص انا عايز اعمل حاجه، بس هم قالوا لا احنا نلبس اسود، ولحد دلوقتي لابسين اسود من غير سبب. طيب ماشي، عم في سبب تاني، مش دي القضيه. انا عايز اقول لك انه احيانا الازمه دي دايما الناس تسالني اخرتها ايه يا دكتور؟ اقول لهم ما اعرفش اخرتها اللي احنا بنعمله، يعني احنا النهارده بنعمل حاجه بكره نلاقي نتيجتها. هو مفيش برنامج بنعمله داونلود، مفيش سيناريو. وسيبكم من كلام انه المؤامرات الاسرائيليه الامريكيه السودانيه الحبشيه، ده كلام لما نيجي مش قادرين نفهم نقول بقى البلد مستهدفه، ما طبعا مستهدفه، يعني ما انت مستهدف اليهود عايز تمشيه، وانت عندك مصالح ما مع ده، طب وانت الناس الثانيه ليها مصالح برضه هنا. فالمهم انه فعل الجماعه هو اللي بيؤدي الى واقع الجماعه. اتفضلي. عشان كده انا بقول يعني لو اتعملت الصوت دلوقتي طبعا هيبقى في قانون، والقانون ده هيعم الكل يعني، وهو اصل القانون معروف من الشرائع الدينيه. ايه تقول بقى ان هو مش شريعه؟ يعني هو القانون هيمشي على الكل. القانون كمان مش عارف الدستور. الدستور هو مجموعة مبادئ عامة بتستوحى. يعني ايه بتستوحى؟ يعني تتشاف كده من بعيد لما نيجي نحط القانون. له أشكال كتير، في قانون مدني، في قانون جنائي، في قانون دولي، في كذا. القانون الدولي طبعا مش هيتأثر بالدستور في حاجة، لأن ده بتنظمه علاقات دولية. القانون المدني بيضبط حياة الجماعة، وبرضه ما اظنش انه مستوحى من اليهودية او من المسيحية او من الاسلام له تأثير. بس هو اللي بيحصل ايه؟ جحا لما راح قال لها يا ماما علميني الغزالة، قالت له تعالى حاجات بتتعمل وبعدين احنا نقعد نختلف عليها. يعني طب ما معروف طبعا ان مصر اسلامية، يعني وده حتى كنت اقول للاب جورج رئيس لجنة الدومينيكان. الدومينيكان على فكره دول حاجه خمسه غير الاربعه اللي انا قلتهم. كانوا معهد كان راجل يعني 90 سنه وانا كان عندي مثلا 24، بس بيشتغل في العلم هو رهب، هو رئيس الديره في العباسيه. فيقول مش عارف ايه، وبعدين انت بكره هتكتشف انه المسيحيه والاسلام قريبين جدا من بعض. قلت له انا مكتشف من دلوقتي وانت قاعد اهو في وسط العماره الاسلاميه، الدير نفسه بتاع الدومينيكان معمول بالارابيسك اللي هو حتى من اسمه ارابيسك والزخارف، فهي يعني طبعا واللغه العربيه. السيد المسيح كان بيتكلم لغه ايه؟ اراميه. اراميه السورياني حديث، والاناجيل مكتوبه بلغه ايه؟ اليونانيه. اليونانيه وبعدين اتنقلت للعربية الأوروبية. فلما اتنقلت لما تشوف الأناجيل القديمة العربي هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم برضه. ونبتدئ بعون الله، نفس ديباجات وبدايات المخطوطة الإسلامية.
انما احنا دلوقتي بنتكلم عن قانون، يعني قانون الورود، ماله ده مال مسيحي ومسلم؟ احنا بقى رحنا سالنا الحكايه دي ودرسنا عن الماده الثانيه اللي هي حكمنا السادات اصلا. ايه نشيلها ولا نحطها؟ يا عمي يا عمي الناس مش هتلاقي تاكل، يعني ركز شويه. وبعدين انت بدات تعمل حركه خطيره جدا على المستوى السياسي العام، انك بدات تاخد اعانات. اخطر شيء يتم في بلد في حاله ثوره ان ياخد اعانات. ليه؟ لان الاثنين ما يتطبقوش مع بعض. فده اولى ان احنا ننتبه له. ايوه لو سمحت، ده ذكرت في الاسم بتاع الاحقاب المختلفه، ظهور الليبراليه والعلمانيه. انا عايز اعرف يعني احنا الفتره دي اللي بنسمع الليبراليه، الليبراليه دي من كلمه انجليزي ليبرتي يعني حريه، طب يعني والعلمانيين اللي هم بينادوا بالعلم؟ لا طب انا بقى انا بس هكمل سؤالي، هكمل سؤالي. انا بس عايز اعرف امتى ظهرت هذه العبارات؟ امتى ظهرت حركه الليبراليه دي؟ وفهمي اصلها ايه؟ والعلمانيه واصلها، لان العلمانيه انا فهمها كان بمفهوم اللي هم البعاد عن الدين، وبعدين دلوقتي اللي بينادوا بالعلم، عايز اعرف اصلهم وفصلهم. شكرا. العلمانيه مش مقصود بيها العلم والمعرفه، هي مشتقه من العالم. الاتجاه ده ظهر في اوروبا بعد ما اوروبا عانت كتير من عنة الكنيسه الكاثوليكيه وسيطرتها على كل نواحي الحياه بما فيها العلم. احنا عارفين طبعا الازمه بتاعت كوبرنيكوس الله يعافيه وجاليليو لما هيعمل قوانين، فالبابا قال له قال له كذا فوق التجربة، قال له ما تقوليش تجربة، ماذا أقول لفقهاء المسيحيين؟ لا الأرض مركز الكون خلاص، ما حدش يتكلم عشان العناية اللي هي تبقى موجودة. المهم حركة التمرد دي على الكنيسة طلع بيها ناس قالوا الحقيقة موجودة في هذا العالم ولا توجد خارجه، فهم علمانيين من العالم مش من العلم. مفيش علاقه، يعني علاقتهم بالدين. لا ما لهمش دعوه، هم العلمانيين لما تتحول في الدين ده انت ماليش دعوه، بس عشان نتكلم خلينا نتكلم بالمنطق، نتكلم بالعلم ماشي، نتكلم بالعلم اذا كان حاجه هتتوحد، انما مالناش دعوه احنا بموضوع الدين ده، نفصله عن الدوله. هذا الكلام يصح في المسار الاوروبي، المسار بتاعنا ده ما ينفعش. اولا لانه لا الدين الاسلامي ولا المسيحي عمل السيطره دي على المجتمع عشان احنا نتحرر منه، هو ما عملش كده. طب ما احنا في مجتمع اسلامي اهو، وفي فنادق اهي بتقدم خمور وسيء سن، طبعا الكلام اللي هو يقول لك لا هد السياحه واعمل كذا وكذا، لا ده كلام. وحتى في عز دوله الاسلام على فكره، يعني عظمه الاسلام في القرن الرابع في بغداد عادي، الناس في طبعا نساك وائمه اجلاء، وفي شعر ابو نواس واللي بيشربوا في الاصول ومش عارف ايه، وخمريات كثيره. الدين ما تاثرش بكده وما هجمش ابدا الدين على المجتمع، لم يحدث طول تاريخنا ان في مره واحده بس في تاريخ مصر كلها ان شخص واحد كان له السلطان السياسي وسلطان الدين وعمل كارثه اسمه المقوقس، هو اسمه قيس بس المصريين قالوا مقوقس، يعني من قوقاز. القوقاز دي عشان هو من فاسيس حتى كده عند البحر الاسود، فاحنا كان في اللغه البلطيه القديمه مفيش حاجه اسمها اللغه البلطيه القديمه، اللغه المصريه القديمه التعريف بيبدا بالالف والعين كده، فبيقول ان قوقس يعني القوقازة، ونقول إمبابة وحاجات كتير. فوصف ده
الشخص الوحيد اللي كان مفوضه بالعقل في السلطه الدنيويه والدينيه. راح بهدل في اليعاقبه وهم العقاب، كان بيدبح فيهم تدبيح رهيب هنا في محطه الرمل عند ميدان، عارفين سعد زغلول وهو واقف كده، ده كان تحته حاجه اسمها كنيسه قيصرون. قيصرون ده ابن كليوباترا من قيصر، وقيصرون في اليوناني لما نيجي نصغر اسم بنحط له ليه واو نون، عشان كده نقول زيتير وزيتاريون الى اخره يعني. فالمعبد ده عملته كليوباترا عشان ابنها، وبعدين بقى كنيسه. عند الكنيسه دي قدامها الحته اللي هي عند ديليس والحتت دي اسمها بوكاريه، يعني مرعى البقر، كانت منطقه مفتوحه كده. قتل بشهاده دول ودول 20,000 مسيحي عشان مش عايزين يوافقوا على الأناثمة او اللعنات اللي هو حاططها ويؤمنوا بالمسيح. قال الحاكم الديني الدنيوي، انما غير كده هو حسني مبارك ده كان حاكم ديني، الملك فاروق كان حاكم ديني، محمد علي كان حاكم ديني، قطز كان حاكم ديني، مفيش. فما عندناش الداعي اصلا اللي يدعو للعلمانيه، مش موجود. والليبراليه ده تطور انساني طبيعي، ان البشريه في نهايه القرن ال 19 قالت يا عم ما حدش يقعد من حد، كل واحد يشوف مصلحته فين ويسيب مساحه للي جنبه. ادي معنى لو سمحت، ما اسباب تعدد الاناجيل وما موقف انجيل برنامج؟ السؤال الثاني، شعار الاسلام هو الحل، هل هذا شعار صحيح؟ شكرا. هي دي اسئله ولا متفجرات؟ لما باجي ارجع اقول المجتمع المصري احنا بلد مصريه مفيش بلد اسلاميه، طول عمرنا بنقول هذا اللقب، دي حاجه جديده ظهرت علينا وهي اللي عملت هذا التعصب. طول عمرنا بلد مصريه كلنا بنحبها. لما نسافر بره انا الدوله مصريه. شوف يا سيدي، يعني ايه انجيل؟ انجيل دي كلمه يونانيه اصلها انجيليوس يعني بشاره. انجيل مثلا انت عندك طفلتان وضاع منك في السوق وقعد سنتين وبعدين ظهر في كفر الدوار، فواحد شافه فجاي يعمل لك انجيلوس بشارة. خلاص؟ لما ظهرت المسيحية اتحست لاحقا عن طريق ناس قالوا انه المسيح كان في اورشليم وحصل معاك كيت وكيت وكيت. اول انجيل اول بشاره ظهرت سنه 70 ميلاديه. وسنه 90 وسنه 110 وسنه 130. دول الاربعه موجودين حاليا. ليه هم اربعه؟ احنا كان عندنا حوالي 30 انجيل. ومشهورين على فكره، وحتى اباء الكنيسه يعني كليماندوس كان بيرجع لانجيل المصريين انجيل. وكل الرسل ليهم اناجيل، يعني ايه؟ ليهم بشاره، قالوا السيد كان هناك وعمل وقال لنا وقلت لكم. فقوم في مع في مجمع نيفيا لم يهيئوا. طيب في مشكلات اقتصاديه في البلد، بلد غنيه وفقيره، حاجه تجنني يعني. تحسب الدخل القومي تلاقيه كتير، اصل منهوبه، اصل كذا، اصل ما فيش اداره لياقه. مال يعني لا اليهوديه هي الحل ولا الاسلام هي الحل ولا حكايه الديمقراطيه هي الحل برضه، مفيش حاجه اسمها حل لشيء انت ما حددتوش اصلا، لازم تقول فين المشكله. وبالتالي تحدد المشكله بدقه فتشوف الحل ثم ليكن ما يكون. سيادتك لما اتكلمت على التيارات الدينيه ما جبتش يعني الصوفيه ما اتكلمتش عنها او التصوفي في مصر. الصوفيين في مصر لهم المفروض ان لهم باع طويل، وهم يعني اعتقد انهم مختلفين عن الاخوان المسلمين ومختلفين كمان عن السلفيين. و
وعددها مش قليل في مصر. فيا ريت نعرف بدايه تكوينه في مصر وتطوره في مصر. اللي انا فاهمه ان المهاجر درجات العقاء ايديه والصوفيه ما لهمش عقائد خاصه بيهم. يعني في اختلاف عقائدي بين الشيعه والسنه والاخوان والديانات اللي هي تعرف بعد الاسلام زي البهائيه. في اختلاف في العقيده وبالتالي بيبقى له اثر في الواقع. التصرف ده اتجاه الانساني لا يخلو منه شخص. حتى السلفيين الكبار يعني ابن تيميه الامام احمد بن حنبل لما نشوف سيرة حياتهم نلاقي فيها لما حد نعم الصوفية الأشعرية في مصر يعني في لما حد بس عشان ده كلام لطيف. النزوع الصوفي بمعنى التعامل مع الله بالمحبة والتسامح مع البشر والعلو عن المحسوسات وعدم التعلق بالدنيويات ده التصور. ده ما يمثلش اتجاه عقائدي. ممكن يبقى اشعاري على اعتبار ان الاشعاريه متوازنه بس ممكن جدا يبقى سني سلفي. ما هو لما تقرا رساله ابن تيميه الصوفيه والفقهاء ولا شايف بعض السلفيين هنا واكيد فاهمها يعني نص بديع وشرح على فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني نفسه فقيه حنبلي ده مش صوفي ده صوفي هائل وبيكتب في الفقه برضه. الامام احمد بن حنبل لما بتجي له اخت احد المتصوف تقول له احنا دلوقتي بنقعد نغزل على سطح البيت وبنبيع الغزل. قالت له ساعات الدنيا بتضلم فبيجوا يتجمعوا بتوع المشاعر اللي هم بتوع القصر يعني فاحنا بننسف على ضوء المشاعر. هل يجوز كده ولا ده حرام؟ قال لها انت مين؟ قالت له واحد من الصوفيه يعني انا اخت فلان. فبكت قال لها من بيتكم تخرج التقوى لا تغزلي في شوارع. الفتوى دي فتوى صوفيه لان في صالح عام. ما هو القصر بينير الشوارع بس علشان في مستويات اصل للافتاء. وقال الصوفيه حسنات الابرار سيئات المقربين. بس انا ما اقدرش اتكلم في الاطلاق في النظام لانها قصه طويله وبعدين انا بكتب فيها السباعيه الحاليه فيعني مش عايزين. انا اسمي احمد سعيد طبيب والحقيقه يعني انا تركت مصر في اوائل الستينات ورجعت 2005. انا لا اعمل في مصر ورجعت الى مصر في 2005 فوجدت خلقا اخر مختلف ملبسا وتفكيرا والمواضيع المطروحه مختلفه خالص عما كنا نتكلم فيه. بالنسبه للسياسه والدين حضرتك قلت لا ينفصل عن بعض. في المانيا المتقدمه المتقنه المنضبطه هناك حزبان حزب اسمه سي اس يو حزب يعني كريستيان ديموكراتيك بارتي وفي حزب اخر اسمه سي دي ديو ديموكراتيك ولكن هي اسامي تاريخيه. لا يوجد تداخل في السياسه الدين مع السياسه. انا ارى ان احنا في وقت الحالي في هذا الوقت الحالي انه يعني مش وقت ان احنا نتكلم في العقائد والدين والصوفيه. دي مش وقت يعني ده وقت العلم وقت ان احنا لابد من التخلف الشديد اللي احنا فيه. احنا لابد ان نحارب هذه المعركه الجديده من اسف يعني مش عاوز اتكلم من بس هو حضرتك ما قلتش يعني سنه 60 احسن ولا 2005 احسن؟ بالنسبه حضرتك بتقول لي انك شفت الزمانين شفت الزمانين دلوقتي احسن ولا سنه 65 احسن؟
أنا تأكدت قبل الهزيمة أن رأي شكل مصر كان أحسن. لا شكل مصر كان أحسن. لا بص بقى، بص حضرتك والموضوع أنا كلمت ملبسا وتفكيرا يعني معلش يعني أحسن من ناحية الإعداد يا دكتور في 65 أو مصر أو مصر. لا هناك كنت شباب فطبعا الدنيا كانت أحلى. أنا عندي مؤشرات كل حاجة بتتابع عندي مؤشرات ماشي وضعي الأدبية طب هو ما خلصش خليني اسال السؤال بتاعك. لو قارنا بين عدد كبير كان هناك محاضره من فرصته الدكتور العوض وامتلأ المكان الاف مؤلفه والان نحن لا نقارن جميعا على الاطلاق فهذا يدل على الاتجاه معظم دينك. لا 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 دكتور سامي العوا مفكر ما تدخلش حاجه مع حاجه. لا لا اولا حضرتك دكتور ولا استاذه في الجامعه دكتوره برضه. لا 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 دكتور يحيى معلش ما يخلطش الامور ما ينفعش المراد ده بس عندي شروط على الثاني يا اقول لك على كان عايز يقول حاجه هيتكلم دكتور محمد سليم العوا هو دكتور محمد سليم العوا ده يعني زي الاستاذ كده بيعمل صالون في القاهرة بيبقى موجود فيه أقل نص الناس دي أنا بعمل صالون في القاهرة بيبقى اللي حاضرين فيه حوالي 1000 شخص فهي القياس مش علشان هو طبعا أحسن مني مليون مرة بس هي القياس إيه؟ إن الناس هنا أنا إمبارح كان عندي ندوة ويوم مش عارف إيه عندي في القصر فالناس متعودة على وبعدين أنا ما بتكلمش في السياسة اللي هي يعني ايه ملسوعه قوي كده فالناس جايه عشان تشوف تطور عقائدي وبتاع الدكتور العواء جاي او بلال فضل جاي عشان يتكلم في الثوره موضوع بيسموه اكتواليتين فجمهور الناس عايز يسمع وشخص جاي من مدينه تانية ما انا لما بروح المدينه التانية بتبقى جماهير غفيره فده يعني لا يقاس عليه بس ماشي بقى الفكر العمومي بس الفكر العمومي او الحاله العامه طبيعي انها تحظى باهتمام يعني انا بكتب مقال بيقراه ما اعرفش قد ايه بس الجورنال مثلا بيوزع 520,000 لو تلتهم قرا المقال انا واثق ان لو كتبت مقال في الكوره مثلا او عن اسمها ايه الممثله دي بتاعت الاغراء اسمها ايه؟ هيفاء ان ضعف العدد هيقرا انما لما اجي اكلمه انا عن تطور السلفيه واقترانها بالصوفيه هو دي طبيعه هو كان ابن سينا بيقعد يقول محاضرته قدام جماهير كثير ده كان عنده مجموعه كده دول بيسموهم ملح الارض الناس اللي هي عاكفة على الأمر وطبيعي ما بيكونش كتير خاصة إذا كان المتحدث من نفس البيت ومن نفس المدينة وقاعد مع الناس فما تقسش عليه. نعم. مش مشكلة في أسئلة من الناحية دي كده؟ طبعاً هو مستنير جداً على فكرة يعني الفكرة حتى الحاجات المستقرة مثلا احنا من الحاجات المستقره عن الاتجاهات الدينيه حكايه الرده وحد الرده وتدفع هو في رسالته للدكتوراه اثبت ان الكلام ده مش مظبوط مش في الشريعه اللي بيرجع عند مش يعني ما فيش حكم شرعي قبله بس غير كده حاجات هو اللي قدم لنا اولاد حارتنا مثلا بس في نفس الوقت هو كشخص هو كشخص هو يعني متدين جدا بس
بيجي مثلا في مؤتمراتنا ويبقى هو وحسن حنفي، حسن حنفي يسار ومقتصي وهو راجل اسلام، وبيتناقشوا نقاش بديع كله في نقاش العقل والمنطق والحجه وبيبنوا وعي. انا مع الدكتور بعدين حضرتك بوافق عليه في السؤال ان انا مع الدكتور، لان احنا النهارده معرفش في رده او في او ده التطور اللي حضرتك تشوفه ان ده تطور طبيعي ولا ايه، لكن كنا في الستينات بنبني بلد كان في بنى، النهارده احنا مش بنعمل لا نعمل، زي نقول هنسلم باليمين وهنخش باليمين ولا بالشمال، هسلم على زميلتي ولا مش هسلم، دي المفروض تبقى موجوده ولا مش موجوده على الارض اصلا، في حاجات رجعنا بره مليون سنه. فما نقولش ان احنا مش عارف، انا ضد ان احنا نقول ان احنا لا النهارده احسن بكتير، مش عارف لا ما فيش، احنا عايزين نبقى احسن، احنا يعني نفسنا نعمل اللي في رايي، انا هقول لك ايه بالقوه والنقطه الكلام الصغير او بتضيع، بس انا رايي انه ما فيش نسبه اصلا، ده الوضع بتاع سنة 65 كان متدهور لدرجة إن عندنا طبعا مشاكل دلوقتي أنا عارف، بس ده إحنا في السماء مثلا وكنا في الأرض. ليه؟ أولا كنا متجهين بانحدارة رهيبة ناحية الهزيمة أمام اليهود، إحنا دلوقتي مش منهزمين، كانت كل الناس في المعتقلات، عقول مصر كلها في الستينيات كانت معتقلة، اليسار والاخوان واللي كان بيدير مصر مين؟ اللي هم الظباط الاحرار، يعني ايه احرار؟ يعني يعملوا اللي هم عايزينه، ياخدوا الاميرات والرقاصات ويتهزموا خلاص؟ كان التعليم اللي في الاربعينات قوي، عمال يعمل كده دلوقتي في ايه؟ في لحظه بس، دلوقتي في وعي جماعي عام بنسبة 80% من جمهور المصريين، بس انت عندك مشكلة ان ال 20% دول 15 مليون بني ادم، فتخيلي 15 مليون في المجتمع. امبارح كان عندنا ندوتين، ندوة مترتبة قبل كده عن الشرطة والشعب، مش عارف في خدمة الوطن ولا التصالح بين الشرطة حاجة كده، وأنا عندي ندوة في المكتبة عن رواية النبطي وقراءات منها ونقرأ قصة كده. نحكي يا ولد من ال 20% دول، راح كاتب على النت اليوم الساعة 7 مكتبة الإسكندرية تكرم مدير الامن وضباط امن الدوله الذين قتلوا المتظاهرين، وراح رايح مجموعه عند جامع القائد ابراهيم قال لهم ده دلوقتي في المكتبه، وجم عيال صيه بس مصريين، وقعدوا ايه ده؟ فين التكريم؟ قال لهم مفيش حاجه. طبعا جم الناس بتوع الندوه الثانيه الادبيه دول ودول هم حوالي 200 دول، يا بنمشي مفيش حاجه، مش هنمشي، دي مكتبتنا، اسماعيل سراج الدين يمشي عباطة. بس انت عندك لا يزال 80% من الشعب المصري متوازن، والا ما كانتش الشوارع دي تمشي كده. بس عندك كم كبير واصل من الجهل والتدهور والتخلف اللي عملته الحكومات السابقه اللي هي حكومات الضباط الاحرار والضباط المقيدين. في حاجات كانت كويسة إيجابية وحاجات سلبية. أولا أنا بشكر جدا دكتور يوسف حضرتك النهارده، والكاريزما خاصة جدا حضرتك بتتمتع بيها في إلقاء الحديث. المهم إن إحنا الحديث ده فتح لنا نافذة للرؤية. أنا مش مهم إن أنا كنت بتكلم سياسة فمثير رأي عام وناس كتير تيجي، ده مش مهم على فكرة. المهم إن إحنا وصلنا لمعلومة مهمة للغاية. حضرتك حطيت لنا إيدينا عليها، إن إحنا كلنا نسيج واحد ده الأهم. نحن تاريخيا ننتمي لبعض،
شئنا أم أبينا، فلماذا الاختلاف؟ الحاجة الأهم كمان إن لو حضرتك في موقف أو في موقع قيادي حقيقي، وهذا الخلاف الذي يحدث فيه كيف نفضه؟ هل فقط مجرد محاضرات يحكمها المثقفون فقط؟ أم كتب بننشرها؟ ودلوقتي الملازم الكثير جدا اللي بتطلع لتنمية جو من الريبة والشك والحساسيات الدينية الكثيرة من ضمنها امبارح في المنظر اللي احنا كنا فيه، فده ازاي موقف واحد؟ مفيش فعل اجتماعي بيحصل بمسبب واحد. يعني اي فعل فردي او جماعي لو بصيتي فيه كويس تجدي عدة مسببات له. ف من شوية بيطلع مثلا حد بره علشان يدخن، وعشان الكلام مش همه قوي، وعلشان القاعة بقت دافية. بصي يعني هو عشان يطلع يشرب سيجارة في عدة أسباب عملت، فما بالك لما تفكري على النطاق القومي العام. الثورة احنا جواها لسه مش شايفينها، لسه ما هديتش. فعشان اثناء الحراك ده في اشياء كتير بتتم، وحاجات في الخفاء وحاجات في العلن، وحاجات سخافات معلنه تقدر تحدديها، زي اللي هم مش عايزين ينتهي دورهم وبيخشوا يوتروا الناس، وحاله من التفكك والحريه القريبه من الفوضى اللي بتخلي كل واحد يقول اي حاجه. يقول ازاي بقى الوجه ده؟ زي ما بقول دايما تعالج الاشياء باضدادها. يعني اذا كان من مسببات الحاله العامه اللي بنعاني منها الفوضى، يبقى عكس الفوضى النظام. نستمسك بالنظام. يعني نستمسك بالنظام؟ يعني ما نركبش مع الناس في تاني مثلا، يعني نقعد نشتغل شويه، يعني حاجات كتير انت فاهمينها. انه واحد بيشتكي او بيكبر لا عشان المدير بتاعه من سنتين خصم له مش عارف ايه. ايه ده؟ ممكن انا اشتغل يعني؟ لحظه بس هكمل كلامي. فالعرض المسبب للمرض بتعالجيه بعكسه. حاله الفوضى يبقى عكسها النظام، حاله الضبابيه عكسها الوضوح. انه بدل ما نقعد نعمل ثوره كل شويه وطلع لهم 15 يوم 27 يوم، انت كشعب بتقول للمجلس العسكري قدامك يوم 15 6 او 1 7 تكون خلصت المحاكمات دي، يا اما هتطلع وهتبهدل الدنيا. فيبدا هو يكسب حساباته بدل ما عمالين يشتغلوا كده بالفعل ورد الفعل. دي حاله ضبابيه وملهاش اي معنى. اللي فجاه انفلت في الشارع امبارح على الجماعه الاخوان المسلمين شغالين قران. طب حرام كده. القران بنسمعه الصبح كده وبنركز فيه، يعني له حاله. انما انت جاي في الشارع وحطيت لي سماعات عشان تقول ان انا اغلبيه هخش مجلس الشعب. اي شخص مصري انا شد صوتي لاي شخص على الخلفيه دي، لا هو جاي من الكنيسه عشان البابا مبارككم، ولا جاي من الجامع عشان مش عارف مين. لا، لان اذا عملت كده هبقى بضر ادراك شديد جدا بهذا البلد. لان اللي هو كويس مع ربنا يبقى كويس مع ربنا في بيته او في الجامع. اهو الموسى والعباس اهو موجود، ويوم القيامه هنشوف يمكن ربنا عنده حسبه ثانيه. انما في المجتمع لا، ملهاش علاقه. فنعالج الاشياء باضدادها. ازاي انا ممكن اشتغل وانا ما عنديش امل في الطلبه؟
ازاي انا بحس بالامان وازاي مطلوب مني اشتغل؟ يعني الاساسيات مش موجوده. ازاي احنا هنتطور وهنتقدم وهنعمل؟ ازاي عمري ما شفت بلد حياتي مش بالامان؟ مفيش امن ازاي؟ هنا الاول. السؤال بقى عشان هنعمل سؤالين دول وخلاص. لا عندك سؤال؟ لا هو مش سؤال. ايوه. هو بس تعليق. تعليق سؤال. اتفضل. لا لا هو تعليق على الدكتور قالوا على الستينيات وطبعا دي وجهات نظر. الوضع الحرج او الموقف الحرج هو ايه؟ ان حضرتك مع كل احترامي انا قريت تقريبا كل الكتب بتاعت حضرتك. لا مش كلها الكل يعني ممكن اقول لك يعني المهم انا بس 26000 صفحه انا متابع كتابات حضرتك. ايوه تمام عشان الدبل وبسجل وانا جاي يعني احتراما لحضرتك وللكتابات وللفكر لكن احب اوضح حاجه ان انا مش متفق مع حضرتك نهائيا اوكي وده طبعا مع احترامي لرأي لكن رأي حضرتك في سنوات الستينيات أوحى بأنه الحقيقة كلها عند حضرتك في هذا الميكروفون فبتقول بتقول وجهة نظرك أنا كنت أتمنى أن حضرتك لما تقيم سنوات الستينات والضباط الأحرار أن هم عملوا اللي هم عايزينه أن هم أحرار بهذا المعنى كنت اتمنى ان حضرتك تضيف ان ده وجهه نظرك الشخصيه لان مش كل الناس رايها كده. شكرا. وقت الستينات فيها نهضة لجميع المجالات مثل المسرح والموسيقى والدين استاذ العادي ما كناش نعرف حاجة موسيقية حاجة اسمها موسيقى دلوقتي وصلنا من 60 ل 70 حاجة استاذ العادي الفرصة ما بين المسلمين والموسيقيين قال كده وبعض المسلمين يقول لك ما تتكلمش حتى على الموسيقيات عادي عليك وبالرغم من بعضهم التلفزيون بدل نقول نحن والآخر ونحن والكافر. بيسموا المسيحيين كفر. المحتاج اللي هو في واحد يعمل ده من المحققين. وده الحمار كله فيه. لا ما بعد ذلك. أما بالنسبة للأشياء أنا أتعجب يعني عجب شديد جدا. إن ألاقي ست ماشية في الشارع ومبين عليها نساء عربية ولابسة سلسلة شكلها زي دراكولا بالظبط وتعتبر ان ده الاسلام. او انها تحط شرط على الزهراء وتختصر الاسلام في هذا الدين. ما كانش موجود. هقول لك على حاجه هي تلبس اللي هي عايزاه. دي مش حريه يا بيه. لا لا مش مساله حريه. هي مش مساله حريه. ده فكر منحرف. دي مش مسألة حرية دي كلمة حق يراد بها باطل اللي قال هي حرة لأن لو تبص حتى من سوء تخرجك في الجامعة لن تجد واحدة زميلتك تحبها. كذلك معارف. نفس الوقت. ما كانش فيه. ما كانش فيه حاجة. والحجاب ليس له علاقة بالإسلام. والحجاب ليس له علاقة بالإسلام. لا هو علاقة بالمسيحية. ما أعرفش هو أساس اليهودي. إنما ده تخلف فيه عادي. أما رأي الشيخ من الستينات كان كلها تخلف لا كان انحدار ولا كان انحدار كان الوحيد والدفاع عن وصورة خلاص دي وجهة نظر حضرتك وجهة نظري بس هي يمكن محتاجة تحليل أكتر شوية علشان نقدر نوزن مصر في الـ في الـ في الـ في بساطة في بساطة أكتر من كده بكتير يعني توجيه الامور مؤقتا يمكن تعمقنا اكثر من اللازم ادى لاشياء كتير ما كناش قادرين ده راجل برضه كويس احنا بنشكركم جامد على حضوركم وبنتحرك طيبه
جدا استفدت منها كلنا، انا اعتقد ان احنا استفدنا جدا. فنشكره ونقدم له لجنه الحكام نيابه عن مجلس الاداره الدرع بتاع النادي. بص هنا دكتور، دكتور 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 دكتور